دي موجود. ايوه يا فندم جوه اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا بدر. اهلا بيك يا فندم. اتفضل. شكرا. اخبارنا ايه يا ترى؟ كل خير يا فندم. الحراسه وافقت تسلمنا كل الاملاك من النهارده لو حبينا. مستني ايه؟ ولا حاجه يا فندم. هبدا حالا في اجراءات الاستلام. طب اعمل لك اما شويه عشان انا عايز اصفي. تصفي؟ ايوه اصفي. والواحد فاضله في العمر قد ايه؟ على رأي المثل رجل بره ورجل جوه. اللي تشوف سعادتك. على العموم احنا عندنا ممتلكات جايبه لنا النهارده اسعار خرافيه. عال 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 عال. بيعوا كله واختار اعلى العروض. حاضر يا فندم. استاذن انا. ما شربتش قهوه لسه؟ ولا اقول لك بلاش احسن. يمكن تعمل لك حموضه في مكانك. طب يا فندم استاذن انا. الف مبروك سعادتك. الله يبارك فيك. مع السلامه. شكرا. شد حيلك. فوق فوق خالص. حاضر يا سيدي. بقول ايه؟ نعم. نقي اصغر كوبايات عندك. حاضر. اهلا وسهلا. الف مبروك. الف الف مبروك. اتفضلوا. اهلا اهلا. اهلا. يعني يا اخوانا بقالكم مده طويله ما بتسالوش. سنين طويله ما شفتكوش. اصل ما كناش عاوزين نزعجك والله يا بيه. الود ودنا يا عم ما نسيبكش ابدا. طبعا 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 ما انا عارف. احنا كنا منتظرين اليوم ده بفروغ الصبر. وكانت فرحتنا تكمل لو كان البي صغير لسه عايش. الله يرحمه بقى. ربنا يبشبش الطوبه اللي تحت راسك يا فريد يا ابن الغطريفي بيه. وازاي صحه سعادتك دلوقتي؟ بوم بوم والحمد لله. ان شاء الله دايما يا عمي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مش دي منزل ابو الغطريف يا بيه من اعيان المحمودية مركز البحيرة؟ عاوز حاجة؟ انا شعبان قريبه من محمودية مركز البحيرة بجوار الاسكندرية. يا حنن يا حنن يا جدع انت شايفني بقولك لله؟ بقولك عايز ابو الغطريف. كسيبه يا محمد خليه يخش. هو خاص علينا حاجة؟ اتفضل خش. السلام عليكم. ابو الغطريف بيه فين؟ ابو الغطريف ابو الغطريف بيه. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. ازيك يا ابو الغطريف؟ اهلا 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 وسهلا اهلا وسهلا اهلا بيك. اهلا اهلا وسهلا اهلا اهلا وسهلا اهلا بيك. والله يا ابو الغطريف بيه انا فرحت لك من كل قلبي لما عرفت لك انهم رجعوا لك فلوسك وممتلكاتك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. انما اقول لي يا ابو الغطريف حاجات كتير رجعوها لك. ايه يا بختك يا عم عين عليك بردة انا يالك. بس ايه رأيك انهم طلعوا جدعان في الحركة دي؟ اهو برضه تلحق تتهنى بفلوسك قبل ما تموت. فال الله ولا فالك. بعد الشر عليك يا عمي. اهلا وسهلا. عارف يا ابو الغطريفي بقالي كتير قوي ما جيش اسكندرية. من ساعة ما كنت جيت أدي في مكتب التنسيق. قال كنت عايز أخش الجامعة. جامعة ايه يابا؟ 48% دخلوا جامعة. انتوا كنتوا بتشربوا شربات. انت مين يا ابني؟ مين ده؟ ده شعبان ابن محمود الغطريفي قريبنا من بعيد ده. لا زي ابوك يا شعبان. ابويا مين بقى؟ ابويا ما خلع من زمان الله يرحمه. انتوا مش كنتوا بتشربوا شربات؟ ما تجيبولي شربات. حكمان يا ابو الغطريفي احب قوي جامد حقيقي. مفيش مناسبه تعدي الا لما اقوم بالواجب. حد يموت اروح اعزي، حد يعي اروح ازور، حد يتقتل اروح اشهد. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. طيب يا شعبان احنا متشكرين. العفو ده واجب علينا. فانا بقى يا ابو الغطريفي بيه من يوم ما اشتغلت في الاصلاح الزراعي في المحموديه وانا ايه بقى؟ يا شعبان. نعم. قلت لك احنا متشكرين. و
وانا بقول لك العفو. فانا بيه بقى بيه تعبان وعاوز يستريح. ما هو قاعد مستريح اهو. معلش برضه يعني امشي؟ تعيش ونجملك. طيب طب انتوا مش هتغدوني؟ الواحد بيروح اي معزه ولا اي ميتم يا بيتغدى يا بيتعشى. ده سفر يابا، ده انا جاي من محمودية لغايه هنا. ان شاء الله في المناسبات السعيده. ما هو مناسبه سعيده اهي، ولا دي مناسبه منيله بنيل. وبعدين معاك يا شعبان، قلنا لك البيه عايز يستريح. طيب خلاص، احنا برضو يهمنا راحه البيه. ما نلزمش اي حاجه من البلد يا ابو الغطريفي بيه. شكرين يا اخويا. طب يا سيدي ربنا يخليك لينا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. انما الشربات ده على الريحه ولا مظبوط؟ بس حلو. السلام عليكم. السلام عليكم. اعذره يا سعاده البيه، ده ولد غلبان. ولا غلبان ولا حاجه، وجع لنا دماغنا. على فكره يا جماعه، انا لازم اتغدى، معاد غدايا جه. وماله يا عمي؟ ايوه، وانا على فكره برضو باكل مسلوق، والدكتور منبه عليا كده، والبنت عندي هنا بتطبخ على قدي. ربنا يديك الصحه يا سعاده البيت. وفي هنا مطعم قريب قوي من الفيلا، انما رخيص قوي. عارفين يا عمي. مع السلامه. على فكره ما تنسوش تقول لهم في البلد ان انا جاي قريب علشان يبقوا نظفوا لي البيت. حاضر يا سعاده. مع السلامه. عشان يخرج العربيه. الجزمه الجزمه يا اسطى، الجزمه الجزمه يا اسطى، الجزمه الجزمه يا اسطى، الجزمه. اروح اسكندريه فردتين جزمه، ارجع بفرده واحده. عارف يا زينب، رحت يا جامل نشروا مني جزمتي. رحت عند قريبك الغني ده؟ رجعت بفلوس بالكوم. انا عارف هيعمل بيها ايه. هو ربنا يبعت له فلوس بالكوم من حيث لا يدري، وانا تتنشي مني الجزمه اليتيمه دنيا. بالحق قبل ما انسى. نعم ابوي. اشمعنى؟ هو انا داخله معاك قافيه؟ انا بكلمك جد. وانا زعلان عشان الجزم. مش مهم الجزمه دلوقتي، خلينا في المهم. هو في اهم من الجزمه بتاعتي اللي راحت؟ وبعدين معاك بقى. طيب خلاص ما تزعليش. ابويا مستنيك النهارده. يا نهار اسود، ليه كفل الشر؟ اخص عليك يا شعبان، انا شر عشان تيجي تخطبني ولا رجعت في كلامك؟ ارجع في كلامي؟ ليه كلام برضه؟ واني في ديك الساعه لما اجمع انا وانت يا زنوبتي تحت سقف واحد؟ طب ابويا مستنيك النهارده الساعه 7. ايوه طب بس اروح له ازاي وانا من غير جزمه؟ عريس بلا جزمه. يا اخويا مش مهم الجزمه دلوقتي، روح اشتري لك جزمه جديده. اشتري جزمه بس ازاي واحنا النهارده كملنا في الشهر؟ دي الجزمه دلوقتي ب 6 جنيه وربع وربع، اللي يعني العيال حقانيين قوي. طب خلاص يا اخويا، روح اشتري جزمه نص عمر، ولا انت بتتحجج؟ هتحجج ازاي بس؟ طب هقول لك على حاجه. ممكن اروح له بزنوبه؟ طب رايح اخطب زوبه بزنوبه. وبعدين معاك بقى. طب خلاص ما تزعليش، انا هروح استلف جزمه من واحد صاحبي لغايه اخر الشهر. يا سلام عليك يا شعبان، ما تجيبي قبلي وانت حافي. اهلا وسهلا يا ابني. اهلا بيك يا عمي. يا مرحب. مرحبتين. هقولها يا عم. لا اله الا الله. انا عندي فكره انك زميل زينب في الشغل. الاصلاح الزراعي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عم. ما تتكلم يا ابني. هقول ايه يا عم؟ انا اصلا حضرت قبل كده مياتم وافراح وطهور، انما اول مره احضر خطوب وما اعرفش هما بيقولوا ايه. قول اي حاجه يا ابني. اقول اي حاجه؟ هو انت مش انت عارف انا جاي ليه؟ الله يجازي شطانك. الله يجازي شطانك انت كمان يا عمي.
عشان شياطيننا احنا الاتنين يجوزوا بعض. حلوة حلوة. على كل حال يا ابني، مادام انت عاوز تتجوز زينب وهي موافقة، خلاص الدنيا وما فيها. الله يكرمك يا عمي، الله يخليك. ايوه يا ابني، بس لازم نتكلم شوية في الاجراءات. اجراءات ايه يا عمي؟ هو انا هتعين في الحكومة وانت حكومة ولا ايه؟ لا يا ابني، انا قصدي الاجراءات يعني الشبكة والمهر والجهاز والحاجات اللي زي دي يعني. انا من ايدك دي لايدك دي يا عم. قول لي انت محوش كام؟ ليه؟ ليه ازاي؟ عشان تتجوز؟ شوف يا عمي، انا ماهيتي 28 جنيه و14 سنت. تقوم تقولي محوش كام؟ الله يجازيك يا عمي. مهر ايه وشبكة ايه؟ الحاجات دي كانت على ايام كنتوا، الحاجات دي بدت خلاص دلوقتي. هتتمسك بالحاجات دي وحياة النعمة دي، بنتك هتبور ولا حد هيسأل عنها. حد لاقي عرسان يابا الايام دي؟ شوف يا ابني، انا لا عايز شبكة ولا عاوز مهر ولا عاوز حاجة ابدا. انا عاوز الشقة اللي هتعيشوا فيها. عندك شقة؟ شقة؟ ما شوف اما اقول لك، اصل انا كنت ساكن انا وابويا وامي في شقة. جه ابويا مات، امي ماتت بعديه. الراجل صاحب البيت طلع نادل، قال ابوك ما كانش بيدفع الايجار، طردني. بس انا دلوقتي قاعد في اوضه، انما ايه؟ حلوه قوي قوي، ما فيهاش لا ميه ولا نور ولا هوا، بس شرح. وعايز تسكن بنتي في اوضه زي دي؟ لا طبعا يا عمي ما صحش. امال هتعمل ايه؟ هنقعد عند اجوزها واقعد عندكم. عندنا؟ ايوه، انت تقعد في اوضه وانا وزينب بنقعد في اوضه. هي شقتك كم مطرح يا عم؟ يلا انت اهو، يلا يلا يا بره. يلا كم اوضه ايه يا ابني؟ ده انا البنتين بولادهم قاعدين على نفسي هنا، ده احنا في مسبحه. الله، ومش دي بنتك برضه؟ هيحصل ايه يعني لما اقعد معاك؟ ولا اتبنيت منها على حظ انا؟ ده احنا يا ابني ساعه الصبحيه بنقف على دوره الميه طابور ولا طابور الجمعيه. طب ما تعمل قطوع في الصال. هقول لك على حاجه، انت مش عندك بلكونه؟ عندي. قفلها واقعد فيها انت ومراتك، وانا والعروسه نقعد في الاوضه بتاعتك. اسمع يا ابني، اللي عاوز يتجوز بيجي جاهز، عنده شقه. عندك شقه؟ ايه اللي شقه؟ شقه؟ هو انا سمسار ولا عريس يا عم؟ اسمع يا ابني، تحضر الشقه على عيني وراسي، ما تحضرش الشقه مع السلامه. سكه اللي بره. طب يا عمي بقول لك ايه، انا مستنيك يوم ما تقول لي انك جاهز وعجبت الشقه كده برضو تكسفني يا عمي. مع السلامه. طب يا عمي، طب يا عمي، مع السلامه. طب وانا اجيب شقه منين دلوقتي؟ طب انت كنت بقى بتجري ورايا ليه وتخليني اتعلق بيك لما انت ما انتش عايز تتجوزني؟ انا مش عايز اتجوزك. ايوه ما انتش عايز اهو، ما انتش عايز تجيب شقه اهو. طب انا اجيب شقه منين دلوقتي؟ طب انا اعمل ايه؟ اضل واضح حكمته، ده اللي شقه بلدنا دي خلوها 2000 جنيه يا اخويا. بدل ما تفضل سلبي وتقعد تقول لي اعمل ايه يا زينب اعمل ايه يا زينب، تعال نحط دماغنا في دماغات بعض وندبر حالنا. لا دماغي ولا دماغك فيها فلوس، يبقى ايه فايده دماغتني؟ وبعدين معاك بقى يا شعبان، انا لقيت الحل. احنا لو حوشنا مهيتك على مهيتي نقدر نجيب شقه، بس بعد سن المعاش. حلوه، تبقى للورثه. يعني بقى لا انت عايز تجيب شقه ولا عايز تفكر تفكير سليم، وكمان عمال تهزر لي. انت بان عليك من الشباب اياهم اللي يقعدوا يقضوا وقت مع البنات كده وبعدين ما يتجوزوهمش. اني منظر واحد يعمل الحاجات اللي انت بتقول عليها دي؟ من فضلك ما تكلمنيش، انا اتاكدت بعمايلك دي ان انت ما بتحبنيش. يا زينب انا عايز اقول من فضلك بقى تقطع علاقتك بيا خالص وتنسى انك كنت تعرف واحده اسمها زينب، حتى صباح الخير ما تقولها ليش. زينب، يا زينب عودي، يا زينب عودي، اهلك في انتظارك يا زينب. على السلامة سعادة البيت، اهلا 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 يا سعادة البيت. اهلا اهلا يا سعادة البيت، ده ايه النور ده كله يا سعادة البيت؟ اهلا اهلا بيك. اهلا اهلا، هتستغربي ولا ايه؟ ورايا ورايا في كل حتة واحنا نقدر نستغنى عن سيادتك؟ طول عمرنا ملناش قيمة من غيرك. وايه اللي انتوا زارعينه في الجنينة ده؟ ده فل وياسمين يا سعادة البيت. هعمل ايه انا بالفل والياسمين؟ عاوزين يمتعوا نظر وسم سيادتك. روح ازرعوا حاجة مفيدة ليها فايدة، ارقم ملوخية، شوية بامية، مش طول نظر وشم. معاك حق. فعلا يا سعادة البيت معاك حق. ولدي العزيز فريد، تحية طيبة.
وأرجو أن تكون بخير. وبعد أزف لك هذا النبأ الهام، فقد عادت الحراسة جميع أملاكنا، وأقوم الآن بالتصفية، وسيتم بينك كل شيء خلال هذا الأسبوع، وما أن أحصل على المال حتى آتي إليك في فرنسا. يجمع الله شملنا مرة أخرى بعد طول انتظار. اطمن، الجميع هنا يعتقدون تماما أنك قد مت فعلا، والحمد لله إن هذا السر ظللنا محتفظين به طوال هذه السنوات. أوصيك بنفسك حتى أراك قريبا جدا جدا بإذن الله. والدك الغطريفي. ليك 5 تشويلة سماد يا حاج، روح استلم. شايفين يا سيد؟ الصباح لله يا جدعان. صباح الخير. ما تعبرونا يا خال، ده احنا ناس جدعان قوي، غيرش بس الزمن هو اللي ضربنا بومبه. مره واحد طلع المعاش معرفش ينزل. حلو حلو، بلاش بلاش. طب مرة واحد كان غلبان قوي وبعدين بقى غلبان قوي زيادة يعني. بلاش دي بلاش. لقيتها لقيتها زيادة، لقيت الحل، حاجات الشقة بس في عبد عبد جه النبي، خد ودي معايا. حل ايه؟ اهو كده عبريني لحسن من ساعة انت ما كنت مخصماني واني ما بنامش الليل. يو حل ايه بقى يا شعبان، ولا بتهزر؟ انا ما بهزرش. انت عارف الراجل القريب الغني قوي ده؟ ماله ده؟ اللي انا زرته ده؟ اه. لحسن الحظ انه موجود في البلد الايام دي. طب وده هيعمل لك ايه؟ لا هيعمل لك كل حاجة، مكيش دعوة انت بس، انا هصرف معاه. ده بيحبني قوي. ايه؟ عارفة الدليل انه بيحبني؟ قال لي ايه؟ ايه؟ قال لي ازاي والدك؟ ايه ايه؟ شوف الراجل وحلاوته لما يقول لي ازاي والدك. استنيني في البيت النهارده، هاجي لك ومعايا حل. سلام يا حبة القلب، ما تجيبي قبلي. صباح الخير يا ابو الغطريفي. بيه ده شعبان ابن محمود الغطريفي. قال انت ست ولا ايه يا بيه؟ لا ما نسيتكش. خير خير ان شاء الله. أنا بس كنت يعني عايز حضرتك كده في كلمتين. قول عايز إيه؟ بقول يعني أصل أنا زي ما تقول كده يا بلبيه داخل على مشروع جواز. مبروك. الله يبارك فيك. وكنت بقول يعني كده يعني أصلي أنا كنت يعني زي ما تقول. الله، ما تقول يا ابني وتخلصنا. حاضر يا بيه. تسمح لي أقعد يا بيه؟ أنا زي ما تقول كده عايش شقة. تكونش فاكرني سمسار. لا يا بيه العفو، لا سمح الله. انا بس بقول يعني ان احنا قرايب، وانا من لحمك برضه، وانت كبرني، واليد العليا خير من اليد السفلي، ومن قدم شيء بيداه التقاه. ايه يا ابني اسلوب الشحاته ده؟ عايز ايه؟ شحاته ايه يا بيه لا سمح الله؟ انا بس كنت بقول يعني عايز من حضرتك 2000 جنيه سلف. ايه؟ سلف؟ ما تتجعسي، ما تتجعسي يا بيه. ما هم انا عايز 2000 جنيه سلف، وهردهم لحضرتك كل شهر 2 جنيه. هكتب لك بيهم كمبيالات، برضه ما حدش ضامن الموت من الحي. عارف يا بيه؟ الشقه اللي انا هاخدها 3 مطارح، ربنا هيكتب لك في الجنه 3 مطارح بعفشة ميتهم. ايه الولد المعتوه ده يا عبد الجواد؟ يلا يا شعبان فرصه تانية. فرصه ايه يا ابو عبد الجواد؟ يا ابو الغطريفي طلع الولد ده بره، انا مش ناقصك، مش عايز وجع دماغ. اخص عليك يا ابو الغطريفي اخص. طلع الولد ده بره. حاضر حاضر، بس اهدى زيادتك. تعال. هو انا عملت حاجه تزعل؟ لا ابدا، بس تعال معايا. يلا يا ابو الغطريف. طب خليهم 3 جنيه كل شهر يا ابو الغطريف. اطلع بره. اطلع بره في ايه؟ هتودي الفلوس دي كلها فين؟ خليهم على قلبك كده. يلا بره. طب يا ابو الغطريف. على اذنك. اتفضل. يا شعبان افندم. انتوا بعتولي ايه الحاله اللي عندكم؟ حاله؟ اه
سيادتك يا فندم غلطت، ده العيان فوق في الدور الفوقاني. انا مش دكتور، انا السباك. مين يا زينب؟ هو ده البيه السباك ياما. هو حضرتك سباك؟ ايوه. يعني بيصلح حنفيات وبوابير جاز؟ ايوه. اتفضل. كان لازم تبعتولي بدري شويه. لخير؟ هي الحنفيه حامل؟ لا، محتاجه قلب. عندكم قلب ولا تاخدوا قلبي من عندي؟ قلب؟ لا احنا ما عندناش قلب. طب من فضلك نشف الميه علشان اعرف اشتغل. لا تطمني، ما تتخضيش. انا مش قلتلك اطمني يا هانم؟ هو الحساب كام يا حضرتك؟ جنيه كشف وجنيه تغيير القلب، يبقى الحساب كله 2 جنيه؟ 3 جنيه، علشان في جنيه رسم طلوع سلم. ده كتير يا حضرتك. من فضلك، انا ما احبش حد يفصلني في شغلي ابدا. طب وعشان خاطري؟ عشان خاطرك من غير فلوس. لا انت هتجب علينا يا اخويا، خد 3 جنيه بتوعك هم. اتفضل. اوعى بقى تمشي، امشي. مع السلامة. 3 جنيه تصليح حنفية يا عالم. أنا عارفة أنت ما اشتغلتش سباك ليه يا شعبان؟ سباك؟ عيب يا زينب، عيب. ده أنا راجل محترم. ده أنا أهلي صرفوا عليا دم قلبهم. أنا معايا ثانوية عامة. رحت مدارس وجيت من مدارس وابتديت من جدول الضرب وقالب به ت. ده كفاية الاستاتيكا والديناميكا ومركز الثقل وتقولي لي أبقى سباك؟ طب خلاص، أنت مالك نافش ريشك كده؟ ما تكونش قابلت قريبك الغني؟ أيوه. طلبت منه 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ طب عال. اتفضل بقى، ابويا زمانه جاي دلوقتي. قول لي، وجبت الفلوس الحمد لله؟ انا طلبتهم بس. ايه؟ هيديهم لك امتى؟ مش هديهم لي. امال ايه؟ طردني. طردك؟ امال انت جاي ليه؟ جاي عشان اتحال على ابوكي كمان مره. اتحال على ابويا؟ انت عارف ابويا ما بيحبش الحال المايل، لو سمع الكلام الفاضل اللي انت بتقوله ده هيمنعنا اشوفك خالص. طب اعمل ايه بس انا يا زينب؟ العين بصيره واليد قصيره. اعمل ايه؟ اعمل ايه بس يا عالم؟ امشوا زي الجزم في الدنيا، لا تتضربوا بالصورم على دماغكم في الاخر. ايه كان امير، كان امير. ان شاء الله تبقى تشوي في نار جهنم يا غطريفي. كان هيخس عليك حاجه لو كنت اديتني 2000 جنيه هفك نفسي بيهم في شقه. ان شاء الله يبقى ربنا ياخدك كمان مره. امير، كان امير. يلا ربنا يسامحك، هنعمل ايه؟ امشوا زي الجزم في الدنيا، لا تتضربوا بالبلغة القديمة في الآخرة. أنا بقول لكم أهو. الله. عملت حصر بالممتلكات وحسبت التركة؟ طبعًا. حوالي 6.5 مليون. 6 مليون جنيه. يا ما أنت كريم يا رب.
هينوب كل واحد مننا كام يا صاحب جواد؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي. ايه دنيا؟ المعزه خلصت. صحيحكم مشغول. الله يرحمك يا بلغطريفي. صحيتني ليه يا ابو عبد الوهاب؟ كنت سيبني نايم علشان انسى انه مات. يلا يلا تمام. بقول ايه يا ابو عبد الوهاب؟ هو المرحوم كان موصيكم ما توزعوش السجاير حفاظا على الصحه العامه؟ المعزه خلصت. طيب هو انتوا مش هتعشوني؟ يلا بقى. يلا امشي زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا على قفاكوا في الاخر. كل واحد هينوبه كام من الميراث؟ هبره جامدة. اقل واحد فينا هينوبه مليون جنيه. يا ما انت كريم يا رب. من بختنا ان ابنه الوحيد مات في فرنسا. انت بتحلمي. احنا مش هينوبنا الا ملاليم. ليه؟ مش احنا دلوقتي الورثة الشرعيين؟ في نظر القانون احنا ورثة من بعيد. احنا حواشي من ضمن عشرات غيرنا من حواشي. وكل من هب ودب من القرايب هيظهروا ويطالبوا بالميراث. ده غير نصيب الحكومه. يعني بعد التصفيه كل واحد مننا هينوبه ملاليم. لا ده ظلم. 6 مليون جنيه يطيروا مننا؟ يطيروا من قدام عينينا عونطه؟ مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ إن ابنه ما يكونش مات. يعني إيه بقى؟ ابنه فريد مات وشبع موت، ولو كان عايش كان هيورث لوحده. اسمعوني بس. ابنه مات ده صحيح، لكن الحكومة ما تعرفش إنه مات علشان مات في الخارج. مظبوط؟ مظبوط. لو جبنا واحد وقف قدام الحكومة وقال أنا فريد الغطريفي هياخد الثروة كلها. يعني قصدك نجيب واحد من طرفنا ويقول انا فريد الغطريفي؟ بالظبط. وهي الحكومه بريال عشان تصدق؟ اي واحد هيقف يقول انا فريد هيقولوا له اهلا وسهلا يا سي فريد. يا ناريمان، في نظر الحكومه الانسان مجموعه اوراق، شهاده ميلاد، فيش وتشبيه، بطاقه شخصيه الى اخره. مظبوط. مادام فريد هرب لما حطوا ابوه تحت الحراسه، وبما انه مش هيرجع علشان مات، ممكن نجيب اي واحد نعمله الاوراق المطلوبة ويبقى هو الشخص المقصود. ومين اللي هيزور الاوراق دي كلها وازاي؟ سيب العملية دي عليا انا، الفلوس بتعمل المستحيل. ايوة بس دي لعبة خطرة جدا علينا. ولا خطرة ولا حاجة. وحتى لو كانت خطرة، خطرة عليه مش علينا احنا، لان المفروض هو اللي زور وهو اللي عمل كل حاجة. موافقين؟ أنا موافق. أنا ما عنديش مانع. طب مين الشخص اللي هيقبل حكاية زي دي؟ موجود. وكل المواصفات منطبقة عليه. غلبان، محتاج، ساذج، مش طماع، ومقطوع من شجرة. يا شعبان! شعبان! ايه يا متول؟ انت عملت ايه يا شعبان؟ عملت ايه في ايه؟ وكيل الاصلاح مزعبب ولا هدول الواد شعبان؟ وايه اللي زعببه؟ انت بتسالني؟ العلم عند الله. ده مسك دفتر الاباني من هيني ولا هدول الواد شعبان من هيني؟ تعال معايا. اتفضل. انت متحول التحقيق يا سيد وهيتخصم منك نص شهر. ليه بس يا بيه؟ البهايم خاسه. وانا مالي؟ هو انا كنت باكل اكل ايه؟ انا ماليش دعوه. الاباني بيقول كده. وانت مسؤوليتك البهايم. طب مش لما تبقوا تثبتوني الاول تبقوا تخصموا مني؟ ده انا موظف زهرات يا بيه. الله بلاش غلبه بقى. لما البند في الميزانيه يسمح هتثبتك. 4 سنين والبند لسه ما سمحش. اوه انت هتقلب دماغي بقى؟ اتفضل يا سيدي روح شوف شغلك. اللي بيحصل ده ظلم. كل يوم والتاني يخصموا مني. عايزين نصرف على الاصلاح الزراعي من ماهيتي. اهو.
شعبان. مين؟ ابويا عبد الواد. اهلا اهلا اهلا. سلام عليك. تعالى. شاي ولا؟ مفيش داعي. مفيش داعي ولا؟ مجلس العيلة عايزك لأمر مهم جدا. عيلة مين؟ عيلتنا. ما أنا ما أقدرش أخرج دلوقتي يا سعادة البيت. بس تعالى معايا. تعالى. دي فيها أربع أيام خاص، المية تروح كده. ولا يهمك، تعالى بس. تعالى. ايه يا استاذ ريح؟ ايه؟ انا حضرة المقدم امير الله مباحث جنائيه لواء امن مركزي محمود زاهر عبد الظاهر. يعني ايه يا بيه؟ قال لي انا مخبر. يلا بقى افتحي بقك. القوه جايه دلوقتي حالا، ليكي مطبخ تخش فيه، انا مش عايز اقولك في رجلين معاهم، فاهمه ولا لا؟ عبد الجواد فوق النوم؟ ايوه فوق النوم. ولا كلمه، احبسي نفسك في المطبخ ومهما حصل ما تفتحيش باب. يلا انجرب بسرعه بسرعه، القوه جايه حالا. عبد الجواد يا عبد الجواد. تقريبا نكيت يا عبد الجواد. اصحى اصحى فوق عبد الجواد. اصحى عبد الجواد. ايوه عبد الجواد، اتاخر شويه، الدنيا حر. ايه ماجي يا انيسه؟ انا مش انيسه، انا ليا بشرك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي جابك كده في ساعة زي دي يا مجنون؟ وانا ايه بيني وبين مراتي؟ امشي اطلع بره. بره ده يعني ايه اشحت منك؟ بره يا حيوان. مش طالع بره. انت مستقبلك في ايدي يا عبد الجواد. اسمع يا ابني، احنا هنا مش في سرايا الصفرا، احنا في في بيت محترم. عشان البيت المحترم ده يفضل مفتوح، تسمع كلامي، تلبس هدومك وتنزل معايا. انزل اروح فين؟ ده الساعة 3 الصبح. تجربة نجحت يا عبد الجواد. تجربة ايه يا مقتول؟ خابط يفك الحمسين ده، ما تخبطش يا عبد الجواد. بقول لك هتنزل تجربه كسرت الدنيا، كسرت الدنيا يا عبد الجواد. انا جربتها في البيت، الموتور اشتغل، خبطت الخبطه اشتغل على طول. اشتغل. بقول لك بعد ما التجربه دي هتنجح هبقى محط انظار المجتمع كله، فاهمني؟ وساعتها هيبقى مستقبلك في ايدي. اذا ما تعادلتش معايا هشحتفك انت وانيسه واولادك، فاهمني؟ جاي يا استاذ، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لا مؤاخذه يا مدام انيسه، هو اللي اجبرني عامله عامله سيئه دي، اصله مش عارف مصلحته. ما تصدقه يا محمد، يمكن الكلام اللي بيقوله ده مظبوط. ولا ما كانش جه في وقت زي ده؟ جرى ايه يا انيسه؟ بقول لك عمل التجربه دي 50 مره وما نفعتش، فشلت. واني بقولها لك 100 مره، افهم بقى يا مخ تخين، بقول لك نجح. شفتها بعينك؟ اقول له ايه؟ اقول له انت ازاي مستحملها عايشه معاه ازاي؟ خلاص خلاص. الصباح رباح. مفيش صباح ولا رباح، دلوقتي حالا تتصل برئيس الوزراء، بالوزير، بوكاله الانباء، الشغل الاستاذ يعمل لك همه، ده انت خلاص هتترقى وتنضف وتبقى بني ادم. يوه يا مدام، اصل جوزك ده ما بيجيش غير بالسبك على دماغه. خش انت يا انيسه وانت بره. ما انا لو طلعت بره من هنا هنزل على المسؤولين واحد واحد، الف عليهم واخش اوض نومهم واقول لهم انك انت اللي بعتني. انت عاوز توديني في داهيه يا مجنون؟ خلاص اتصرف انت يا عائل، اتصل بيهم. خلاص خلاص هاخد معاهم بكره. لكن تعرف لو الموتور الزفت بتاعك ما مشيش انا هقتلك واخش فيك المبان. يا عبد الجواد، ايه الالفاظ اللي انت بتقولها دي؟ سبت ايه الصيع؟ عيب. استنى واحد واحد، هت ربطيه عليا ولا ما اعرف اتكلم. اسمح لنا بحديث صاحب ما لا حديث بلا ليلة. لسه لما التكلفه تتعمل هتقعد تقوله من اولها بس يا حبيبي، او خش في عينها احسن. خش في عينها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كل شيء بخير ان شاء الله، كله بامر الله الحمد لله. تمام. ايه مالك يا محمود؟ ابن خايف بس فرحان. فرحان دي وعرفناها، انما خايف من ايه بقى؟ خايف البتاع المهببه دي، النيله دي ما تدورش. ما تدورش ازاي بس؟ ما هي دارت. ايوه مجرد هواجس. هواجس يا عيش يا حبيبي، انت لازم النهارده تبقى اسعد واحد في الدنيا زي بالظبط. ايوه حاضر، ما انا بقى انا فرحان اهو. ابتسمي ابتسمي عشان الناس تخش بقى. ممكن ناخد حديث منك يا باشمهندس؟ حاضر، بس بعد التجربه، بعد التجربه ان شاء الله. ما احبش المقاطعه، بتشائم. سلام. ايوه ده محمود. حاضر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. واسفين الازعاج،
انا عارف انه سيادتك كان وراك سفريه. محمود بيه تعالى كلم الافندي ده. من الافندي ده متهيألي شفته قبل كده. مين دي؟ معرفش بس باينه مهم قوي. ايوه يعني شفته دايما يقص شرايط في التلفزيون، مش كده؟ بيقص شرايط في المحلات بتاعه الجزم والعطاره. يا راجل محلات جزم ايه وعطاره ايه؟ ده بتاع محلات القماشه. ايوه ايوه هو بيقص. اروح له. اروح له عادي. السلام عليكم. محمود افندي المخترع الكبير. اهلا يا ابني. اهلا وسهلا. ربنا يوفقك. الله يكرمك. ده احنا هنقلب الدنيا. اه طبعا يا فندم لازم نقلب الدنيا يا فندم. كله بفضل ربنا وفضل عبد الجواد بيه. هو ما عملش حاجه، بينفذ تعليمات. ده اداه سيدنا. عبد السلام بتعك الدنيا ده قدام البيت المسؤول. خلاص دول عرب عراجية يا بابي. يا كلام. يا كلام. محمود انت مش ناوي تخطب النهارده ولا ايه؟ لا ان شاء الله هكتب كتابي على الست عيش. كتاب ايه؟ تخطب يعني تتحدث؟ لا مش هخطب. سيبك من الخطب بقى. انا لن اتحدث. هسيب عملي هو اللي يتكلم. المره دي بالذات مش هتكلم. لن اتكلم ولا اتحدث. سوف اترك التجربه العمليه هي التي تنطق بما اريد. نعم لن اتشنج ولن اتعاصر ولن اتحدث زي الذين يتحدثون عن مصر كما لو كانت كلها سلبيات. إن مصر بها إيجابيات، بها عبقريات باسة. اتركوا المجال يا سادة لهذه العبقريات الباسة كي تنطلق. نعم إن دول العالم ما يهمهاش إن مصر تتقاتل. مصر عظيمة والصفة عظيمة. أيوة بسرعة شوية خلصنا. نعم سوف تتقدم مصر بعبقرياتها الباسة. والآن أيها السادة فلنبدأ التجربة. وفتح عينك تاكل مال بل فتح مال بل تاكل عينك وحصف عينك يا لمصالح النبي. سافة النبي. دمه زي العسل. هو عبقري صحيح بس خمسة. اتفضل يا ابني. ماشي سرباش. بالله الهادي. يا دايون تعمل كده معاي؟ معلش. يا التالتة تابتة. يعني دايما السبابة اعصابكم في الاول. متخافش عبد الجواد متخافش. قريتك. يفرح يا محمود يفرح. خلاص تلقاه ان شاء الله هتشتغل بإذن الله. منتظر تكسب من الجهاز ده ملايين الجنيهات. يا ترى هتودي الفلوس دي كلها فين؟ اعوذ بالله يا ناس يا شر كفايه قار. ما تبصليش بعين رضيه. شوف اللي دفع فيه. اعوذ بالله. يا كوسان زني اسم سماهو دي تشبنا مش دفع نساوي شكات. ها ايه دي جنسيتها؟ ايه دي؟ بولنديه. طب بتقول لك تبيع الاختراع ده هو لشركه عالميه. انا طب انت بتسال. ما تسال انت واخدها جنبيك منظري ولا منظري؟ لا طبعا. على مية مين يا ابني؟ على مية مين؟ الشركة المصرية، مصرية 100% هي اللي هتعمل العربية اللي بتمشي بالمية. لا ده احنا صاحيين ومفنجلين قوي. لا مؤاخذة. عايشة عايشة تغالي عايشة في اللحظة. ثانية واحدة. عايزين نعرف. عايزين نعرف. عايزين نعرف. انت غيت غتاتة.
بقولك يا عايشة. لا عايشة. بقولك يا عايشة. خدتك ما ردتش علينا. من دوق فوق الريسه دي كلها. ايه يعني؟ اصل انا تعبان، تعبان قوي. هرد عليك بكره ان شاء الله. ايه اللي اخرك يا عايشة؟ معلش يا حبيبي الطريق زحمة قوي. ماشي. اهلا بالبيت. طبعا لابس لك احلى بدلة، البدلة اللي هي عشان خاطر عيونك. ما انا كمان يا حبيبي لابسه لك فستان. لابسه ايه؟ انت مش لابسه حاجه. استوري نفسك وحطي على خيبتك بجوه. لابسه كده محمود. المهم هاخدك دلوقتي وعشيكي في احلى محل جزم. نعم يا حبيبي. مقلب نايت كلاب. طلع على طول. حاضر يا محمود. يلا ورا. بلاش اسكالوب. انت معطلنا ومش عارف اكلمك كلمتين على بعض. خلاص هات حمام. هات حمام. حاضر. لا 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 مش عايز حمام. والحمام عندهم هنا زي العصافير وحاجه. انت هات خدنا في دوكا. لا بلاش حمام. ماشي هات سمك. في سمك. فين سمك؟ لا عايزه جمبري. ارجع لحل يا عايش. ماشي يا جمبري. ماشي يا جمبري. بس خلي بال حضرتك الجمبري هنا غالي شويه. ادي ايه اللي غالي ولا مش غالي؟ ده داخل على واسع يا ابني. نجيبك منظر هيني. عارف ان انا هدفع المرات. لا ماشي يا جمبري. ماشي جمبري. اسمع اصل الاكل مش عايزين. احنا عايزين نقعد نتكلم. بلاش اكل. اسمع هات كده اتنين خروب. نعم اتنين خروب. لا يا فندم هنا بقى مفيش خروب. خلاص ماشي يا اتنين عرق سوس. هقول لحضرتك حاجه، لما تبقى ترس على حل تبقى اندهلي مش فضيلك. نفر 15 جنيه من غير العشاء. هندفع يا ابوي ما عدا عشانا. ولازم يكون في بدل كمان. ايه؟ لازم كله لابسين بدل. لا اكبرش خرجتنا. بس 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 عندنا البدل هنا بتتأجر. بس السلاح ممنوع. دي معلش خد دي. اتفضلوا. يلا. We'll be right back.
لا مفيش. ده 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 ابو اليزيد. ابو اليزيد ده ايه؟ ابو اليزيد لا ما تموتنيش ابو اليزيد، مش عايز اموت. انا جيت بكلامي، انا عايز يزيد يفهمني. اصل حصل ظروف، جات ظروف، اني اصل اني اخترعت اختراع، قصدي اني خفيت من مرض البطال خلاص. ابو يزيد خد الفلوس كلها، هديك فلوس زي كمان، ما تموتنيش ما تقتلنيش، اني بقيت ثروه قوميه. ما ناخدش فلوس حرام، ما تخافش هموتك براحتك. هم عايزين يموتوك ليه؟ وده وقته عايش، ده وقته، خلينا في اللي احنا فيه. انا مش فاهم الواد المتر ده ما جابش 10 دلوقتي ليه؟ لان ابو اليزيد عارف عنوانك وممكن يجي يقتلك. مظبوط مظبوط. من فضلك عايزين نحجز اوضه باسم دي. للاسف مفيش اوضه خالص، مفيش غير البارا سويت. بارا سويت؟ طيب مفيش مان. لا واحده معارضه. يا عائشه، عائشه بتاع سويت ده، السويت انا حينت المضى اجيب منين يا عائشه؟ حبيبي انا معايا فلوس ما تحملش. ايوه بس على النوته يا عائشه. ماشي ادي النوته. من فضلك مفتاح السويت. شاكرين، شاكرين قوي. بينك؟ محمود زاهر عبد الظاهر. معلوم. خلاص يا محمود خلاص، انا هديك كل البيانات. ها يا طارق، انت عايز محمود دلوقتي؟ ما فيها طارق سويت. انت جاي لك يا طارق، خلي بالك من نفسك وانت ماشيه يا طارق. الله. اي خدمه ثانيه؟ ها اي خدمه حضرتك تاني؟ استنى استنى، انت ابن حلال، انت اللي دلتني على المكان. بتتعبوا بتشفوا، عارف مرتباتكم بسيطه، ما بتحواشوا في حاجه. اهدي معقول ايه؟ انا اي خدمه؟ لا متشكر. طب خلاص اتفضل، هتفرج عليا يا واد، اتفرج عليا، خليني في اللي انا فيه. ما شاء الله. أي خمي؟ فين السرير؟ فين السرير؟ حرام على الكراسي! فين يا ناس؟ كل دي أوضة؟ كل ده السرير؟ ده تريد؟ إيه البراح والمقطع دي؟ في لوحدي؟ ما شاء الله، بسم الله، بسم الله ما شاء الله. يا هلال دستور. اهدي كل ده حمام ما شاء الله، او الحمام دي يعمل له 3 عمارات اسكان فوق المتوسط. كل ده طيشت وفوت على الارض، يعني الواحد يستحمى ويلايف على الارض ما شاء الله. يا كبدو امك بيبو خسين. ايه ده؟ انتوا لسه صاحيين لغايه دلوقتي؟ مساء الخير يا بابا. مساء الخير يا ماما. حضرتك كنت عاوزانا ننام وانت سهرانه بره نيوش الفجر. الله،
من علامك يا ماما اني سهران، بس حد يسهر لغايه دلوقتي يعيش يا بنتي. بصراحه بقى يا بنتي، الولد المجنون اللي انت ماشيه وراه ده انا مش مستريحته. مجنون ايه بس يا بابا؟ ده واحد العالم كله بيقول عليه انه عبقري، وحضرتك تقول عليه مجنون؟ عبقري على نفسه. انا المهم عندي في الموضوع انكم تتجوزوا، وبعد ما تتجوزوا ابقوا اعملوا اللي انتوا عاوزينه وان شاء الله تاكلوا بعض. حاضر يا بابا، ان شاء الله هقوله. قصدي اطمن حضرتك خالص، اللي انت عايزه هيحصل. صحيح بنات اخر الزمن. من باب السكرتيريا يا باشمهندس. الكلام ده كان زمان يا لو خالتك. كمان الخبر اتعكس ايه؟ مش كده بس، مش محمود قالك يا محمود بنقول لك ممنوع. هقول لك ايوه. ايه في ايه؟ فهموا يا محمد يا عبد الجواد ان الامل اللي انت فيها ونضافها دي شبابها. لا 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 زعلت ولا ايه؟ لا ما زعلتش ولا حاجه، لكن الراجل دي قد عمله يا محمود. خلاص اوقف قدامك اهو، فهموا بقى انا في امين، يا اما هقول له انك راجل هايف ومنظر على الفاضي. طيب خلاص خلاص خلاص، اتفضل انت يا عبد الرحمن. حاضر. ايوه يا عبد الجواد تعال. نعم. اعمل لي فنجان قهوه بس بسرعه. حاضر. ايوه يا عبد الجواد تعال. نعم. ما تخليش حد يخش علينا. حاضر. يا عبد الجواد تعال. يا لهوي. نعم. ايه دي؟ مين قالك تخش علينا؟ انا مش قايل لك محدش يخش علينا. ما انت بتقول له روح وتعالى وروح. يلا روح هات. يا حرش. ايوه يا عبد الجواد، انا كنت طالب منكم طلبات يعني شغل. لا عايزين نعمل تجارب علشان ننتج السياره اللي هتهز العالم. انا مجهز لك كل حاجه ومستني اليوم ده بفروغ الصبر. هانت يا عبد الجواد هانت. بقول لك ايه؟ نعم. ما بلاش عبد الجواد دي. ما انا عايزني اقول لك ايه يا جليله؟ جليله؟ عايزني اقول لك يا سعاده الباشا، ده انت بجح قوي. طب 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 خلاص خلاص، قول اللي انت عايزه بس بلاش قدام الناس ارجوك. لا اقول اللي انا عايزه اقوله قدام كل الناس. ايه رايك بقى؟ قربك يا روح. ايه ده؟ قلت ايه؟ لا 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 ولا حاجه، انا كنت بتاول. بتاول؟ جاي تسطح كمان في مكتبك يا عبد الجواد. طيب وريني رسوماتك يا ابني. رسومات ايه اللي وريها لك؟ مش هتفهم فيها يا عبد الجواد، انت مخك تخين. ما طيب 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 شوف طيب. حد كبير اتفاهم معاه. تعالى يا باشمهندس. يا فندم انا عايزك تنفذ الرسومات دي فورا. انفذ المفروض دي؟ طبعا نفذ. يلا اعمل لك ايه مع عبد السلام؟ يلا عبد السلام على طول. طيب انا رايح مكتبي. عبد الجواد تجيب لي القهوه بنفسك هناك ولا ترتشف منها في الطريق. ها مش فاهمه راح فين بس محمود ده. انت رحت فين؟ انا قلبت عليك الدنيا، لسه جايه من المكتب وجيت اشوفك هنا. كنت عند اللي ما يتسمى. ما يتسمى ده ايه؟ ازيك يا عيشه؟ ازيك انت محمود؟ الحمد لله. رايه وسكينه عملوا فيك حاجه امبارح؟ وسكينه دول ايه؟ ابوك وامك ضايقوكي. هما دول رايه وسكينه يا حبيبي ولا يهمك. معلش هانت. المهم انت في حد ضايقك من جماعه اياهم دول امبارح؟ لا الحمد لله ما حصلش حاجه. انا مش عارفه يا محمود انت كان جرالك ايه بس؟ كان مخك فين لما رحت تتفق مع ناس انهم يموتوك؟ انا لولا عارفه انك عبقري كنت عليك مجنون رسمي. وش ما تهزقنيش قدام العمال. ايه؟ ما انا يعني قست يا عيش، انا قست خلاص، الدنيا سودت في عيني، ما لقيتش غير الحل دي. بعدين لقيت شبابي هيروح هدر، كنت هروح اوري وشي لابوك ازاي؟ اذا كان هو اوكي اصلا مش طايقني ولا معبرني. ما انت اللي كنت هتخسري يا عيش، كنت هتعنسي وتقشفي ويبقى منظرك عرف. ده شكل واحده هتعمل ايه دي؟ بلاش بلاش حركات المنظره دي، العمال واقفين هيتب في عينهم رصاصه. انت تعرف بس. لمي نفسك لمي نفسك، كنت كلك باين. لمي نفسك كلي باين ده ايه؟ بقى سيبينا سيبينا في الكارثه اللي احنا فيها دلوقتي يا حبيبي. ما تقلقش، ما هم اكيد في الاخر هيتعبوا ويزهقوا. مين اللي يزهق؟ يزهقوا ابو يزيد ورجالته، ده كفايه كفايه وزع زعتر والثمان بطاطات اللي معاه. اسكتي، دول ما يزهقوش ابدا. خلاص بقى، الطريقه الوحيده مع اثرين القتله دول ان احنا نبلغ البوليس. بوليس ده؟ ايه يا عائشه؟ ايه يا عائشه؟ عايزين اروح للبوليس اقول لهم اني مجنون؟ ده اللي استمتع بالنجاح دلوقتي يا عائشه. يا حبيبي ما انت كمان حياتك مهمه. ايه؟ فعلا مهمه، على الاقل لغايه لما اخطبك وانقذك من العيله اللي انت فيها دي. نستنى على بواختك. ايه؟ طب هتيجي امتى؟ اجي فين؟ البيت. اجي البيت ابي بقى. لا ما انت لازم تيجي البيت يا حبيبي. اعمل ايه في البيت؟ مش انت قافل بابا. وابوك هيبقى موجود؟ طبعا مش هتخطبني منه. ايوه صحيح، ماشي ماشي. ايه رايك بكره؟ كويس قوي. خلاص حضروا لي تورتايه معتبره علشان الفريق بيبقى عامي. ايه تورتايه وبس، عينيا ليك يا حبيبي. وتايديها على النوت برضو. ايوه هتقعدي تسيري معايا، انا عندي شغل يا استاذ. اتفضلي. انا كمان عندي شغل يا استاذ. اتفضلي يا روح الاستاذ. من فضلك المكتب ده شغال موجود فين؟ المكتب اللي هناك ده. هو موجود مش كده؟ لسه داخل المكتب حالا. صباح الخير. اه ماشي.
صباح النور. محمود بيه مش كده؟ تقريبا. حلوة تقريبا. أفندم ممكن أقعد؟ ما أنت خلاص قعدت. ندخل في الموضوع مباشرة. يا ريت. أنا عندي دعوة لسيادتك. دعوة؟ أيوة. دعوة مهمة من شخص مهم جدا جدا. جاي لك مخصوص من أمريكا بلاد بره. عشان أني؟ أيوة. بخصوص إيه؟ والله بالظبط بالظبط مش عارف، لكن بيرجوك إن المقابلة تكون بأسرع ما يمكن. لا معلش. اعتذر. يا محمود بيه ده موضوع مهم جدا عشانك. اسف انا مش فضيلك يا محمود. قلت لك مش فاضي، قلت لك اسف، اللي عايزني يجيلي. طيب ابلغه. بلغ يعني امشي؟ ما تمشي. استاذن. ما تستاذن، انا كنت ماسك فيك. مين الراجل اللي كان جالك ده؟ ده نسيت اقول لك، ده جايلي في امر غريب جدا. تصور. لا ايه في ايه؟ تسعد سليم اهم. اطلع وراهم. ظريف انتوا الاثنين تستحقوا الاعدام. اعملي معروف. خميس افندي ملوش دعوه، انا المسؤول. اشتكينا انا، ارفديني انا. امبو سيبي. واي امبو سيبي؟ بيكوز انتوا الاثنين عجينه واحده. لا ست هانم، انا بتاع عربي، هو بتاع هيستوري. لا هيجي لك هستيريا في نفوخك منك. لو اذا كنت شايله حاجه من المرحومه من ايام زمان، فاللي فات مات واحنا ولاد دلوقتي. والمسامح كريم. ها قلت ايه؟ ايه يا ست ظريف؟ ها الولية راحت فين؟ مش عارف. يا ست ظريفة. ست ظريفة. ست ظريفة. الولية اتكلت على الله. البقية في حياتك. حياتك الباقية. ألف مبروك. الله يبارك فيك. حد يلحقنا بالإنقاذ والمطاف يا رجالة. ما تتعبوش نفسيكم. الخيرة فيما اختاره الله. إيه؟ يلا. اتكل على الله. حاسب يا أخويا أنت راجل. أنقذت حياتي. يلا يا سيدي. أنقذت حياتي يا تحسين. صدق الله العظيم. شد حيلك يا معلم. شد بالله يا ابني. قضى اخاك من قضى. الحمد لله. يلا خدت الشر وراحت. محدش يجي لك في حاجه وحشه. ده انا اللي باخد العصا. لا مؤاخذة. شد حيلك. شد بالله يا ابني. اللي فاضل في حياتك بقى. الحمد لله. مع السلامة. أجيب لك قهوة بسكر يا معلم. قهوتي يا ريتني قهوة. الله يخرب بيت مخك. هاتي حاجة ساقعة وحاجة رشيشة وحصلني على حالك. عينيا. يلا. بدل قال وسموكس وفي أجدع من بلدي. بناخدكوا زي ما خدت. مش عارف زي فين. سموكس. سموكس. ما تاخذنيش يا ست هاني، كل وقت وله أدان. ولع معلم. اهي بقى سالكه وزي الفل. خف يا معلم، جماعه لسه ما ربعنوش. وانت مال ايه؟ النمله تاخد بالك يا معلم. بقولي ولا زي. ايوه يا معلم. شوشو عاشور لخرم عينك. شوشو ده كان زمان. عينيا يا معلم. تروح للست زوبه وتقول لها المعلم شوشو، قصدي المعلم عاشور. عاشور غرضه يجي يشرب فنجان قهوه ويتكلم معاك كلمتين. وهو انت برضو عاوز استئذان برضو يا معلم؟ ده حب قديم ومن فات قديم وتاه ولا ايه؟
معاك حق، بس برضو الادب مطلوب. والنبي يا معلم، كان نفسي ببدله سموك من بتوعك اتمنظر بيها على الجو بتاعي. جتك نيله فيهم وفي اللي عايز يحطهم على جتته تاني، هم متلقحين عندك في البيت. يبقى هات لك تروشكل وتعالى خدهم كلهم. ربنا يخليك يا معلم. يا حنين يا حنين يا شيخ حنين. فارت يا معلم. ده انا اللي فاير. قلت يا جميل. ارجوك يا معلم ما تفتحش الجروح، سيبها ملمومه. ما خلاص يا زوبه، من هنا ورايح مفيش جروح. علي النعمه ولا الجن الازرق يقدر يفرقنا عن بعض تاني. بس انا خايفه يا معلم. قولي لي خايفه ليه؟ ده احنا لبعضينا مهما حصل. شوفي حكمه ربنا، انت تتجوزي وتبقي ارمله وانا كمان اتجوز وابقى ارمله. هذا جناه ابويا يا معلم. وجناه امي كمان، هي اللي اختارت اللي ما تسماش وحلفت براس ابوها اللي لازم اتجوزها. اللي فات مات يا معلم. على رايك. المهم دلوقتي نحط ترمولي على ترمولك ونتوكل على الله. الحقيقة انت فاجئتني يا معلم، والموضوع ده عايز تفكير. خلاص اسيبك تفكري على مهلك. نعم افكر. ده ايه يا اخوي، انا موافقة ولا انت هتتمحك زي عوايدك؟ الله يخرب بيت شيطانك، طول عمرك دمك خفيفة مضروبة. شوف ام قولي، الخميس الجاي ان شاء الله فرح تحسين على منى. حيل الخميس اللي بعده فرحنا انا وانت يا دنوب. بنجني لحد الخميس الموعود. بسم الله الله اكبر. منى. ايوه. انا مش مصدق عيني. ما انا هو بين ايديك. تعالي بقى كده حد بقى اصل كده. الله. انا عارف ان الجواز حلو من زمان. ليه؟ كل ما بضمك بحس ان انا ما بعرفش انا مين ولا جيت منين ولا انا فين. قد كده بتحبني يا تحسين؟ هو انا لو ما كنتش بحبك كنت استحملت بلاوي امك؟ استني بقى. يبقى ليه؟ منى. ايوه يا واد ما عرفتش نقي. ايوه يا واد خدت الاموره. ربنا بلوى الواد خميس ده قاعد يقول لي اربع اربع لحد الواحد دماغه ملفت. ايوه يا واد ما عرفتش نقي. ايوه يا واد خدت الاموره. ايوه يا واد. يا دي النيله. يظهر ان فطر الاربعه تخلي الواحد يتهاله حاجات نيله خالص. ايه اللي نيله يا نيله؟ لا اصل انا كنت قعدت اربع والواد خميس يقول لي انت بتاربع ليه؟ وانا اقول انا بكلم مين؟ بكلم مين؟ ما انتش عارفني؟ بتشبه عليا؟ وفي الحقيقه الوش العكر ده برضه مر عليا قبل كده. عكر؟ انا زوزو هانم يا ابن حفيظه. زوزو؟ انت كنت فاهم انك تقدر تتجوز البنت من ورايا؟ ده بوحدك، هي سايبه ملهاش ام تحميها. يا مرحبا. حبيبي مالك؟ زوزو. زوزو مين؟ امك. مالها؟ لا برضو واجب الواحد يقرا الفاتحه على روحها. لا يا حبيبي يا تحسين قد ايه انت طيب. قوي. طيب قوي خالص. نهار ابيض. النبي النبي تحسين النبي. توبة ان كنت اربع تاني. توبة توبة والنبي توبة. ايوه يا واد وعرفت تنقي. ايوه يا واد خدت الامورة. يهوي ايه اللي بتعمله ده يا قليل الحي؟ مش تختلش عيب؟ لا ده الموضوع مش موضوع اربعة بقى. رد عليا هنا، ايه اللي بتحببه في البنطلون ده؟
بفك الزرار عشان اقلعه. اتقلعت دماغك من جسمك. طب بتقلع قدام يا واد مش تكتشف؟ يعني انام بهدومي؟ شوف لك حته تانيه اقلع ونام فيها وانت عامل زي البورس كده. ايه ده؟ هي حصلت الشبشب؟ اه. لا ده ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ يا حبيبي انت بتكلم نفسك؟ بنفس مين؟ هي نفس شالها كده؟ بكلم امك يا ست هاني، والله العظيم بكلم امك. يا حبيبي انت لسه قاري الفاتحه عليها. امك رجعت تاني، رجعت تاني. ازاي بس؟ ازاي بس ده مش مصدقاني؟ امك رجعت اكيد ما حدش راضي يقبلها فوق لا في الجنه ولا في النار. قامت رجعت لنا تاني، طردوها من فوق. قطع مش مصدقاني، والله العظيم امك اهي. واحده ليزر بقطع على السرير. يا حبيبي السرير فاضي. اه بس اما اشوف. هو مين؟ حنوت الكلب اللي دفنها، كان لازم يبنوا فيها هرم خوف عشان ما تهربش. تحتين، انا مش ممكن اقعد معاك وانت بتتكلم مع ماما بالشكل ده. هنا هنا تعالى هنا لاخي. انت وليه انت مش اتكلت على الله ونزلت في البكابورت؟ اه وسلمت الامانه للي خلاها سبحانه وتعالى زي كل الناس. الحمد لله. امال ايه اللي جابك تاني؟ خدت لك اجازه مفتوحه بدون مرتب وقعدت لك لحد ما اطلق البيت واجوزها واحد على مزاجي انا. لا يكون في علمك بقى لا انت ولا عفاريت البلد بحالها يفرقوا بينه وبين منى. يا بنت هدمار تحسين معذور، اصل امك صعب قوي ما تتنسيش بالساهل. يا بابا يا بابا ده قاعد بيكلم نفسه في قلب الاوضه. إذا كانت خلت أبوك يكلم نفسه في ميدان التحرير يبقى مش هتخلي جوزك يكلم نفسه في أوضة. أيوة أيوة. مين؟ 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 تحسين. اللهم اجعله خير. حد يخرج في ليلة زي دي؟ مالك يا تحسين؟ مش موافق على الجواز. معقولة؟ دي منى بتحبك. أنا بتكلم عن أمها. أمها؟ أمها مين؟ ده كله في المجاري يابا، ولا أنت ناسي؟ تصور. تقول أنت فاهم يا ابن حفيظة إن ملهاش أم تحميها، ده بعدك. هي مين اللي قالت لك كده؟ حفيظة، ظريفة. يا سلام. والمصيبة لما جيت أقلع هدومي. انت عارف يا خميس الواحد لازم يقلع هدومه في ليله زي دي. ايوه مش كده برضه ولا ايه؟ انا طبعا مش لازم الواحد يقلع هدومه. لا اكيد. اه عملت لي فضيحه. راحت بص لي وقالت لي انت بتقلع قدامي يا فندي يا قليل الحياه؟ هو انت ما عندكش دم؟ ما عندكش خشه؟ مين هي اللي قالت لك كده يا تحسين؟ يا خميس بقول لك امها. امها؟ انت اتجوزت امها يا تحسين؟ امها ايه؟ لا انا متجوز بنتها. فبنتها تقول ابقى انا مراد جوز امها، يعني انا وجوز بنت امها في الجوز انت هتعرفني ليه؟ اجيب لك فنجان اسبرين وقهوه. فنجان اسبرين وقهوه؟ اقول لها رجعت تاني ازاي؟ تقول لي خدت اجازه مفتوحه. شوف الحلاوه. لا حول ولا قوه الا بالله. بيني وبينك تلاقيهم في الاخر رجعوها تاني عشان يخلصوا منها. اعمل لك فنجان قهوه. ايه يا خميس؟ انا عايز اذكر عشان انساها، عايز اربع. أربع. اللهم اكفينا شر الفضايح يا رب. ايه ده منى ده؟ يا بنتي مش معقول كده. خشي نميلك شويه، ده احنا بقينا وش الفجر. يا بابا انا عايز افهم هو ساب البيت ومشي ليه؟ البركه في امك. صدقي بالله يا منى انا ليلة دخلتي عليها اربحت اربع ازايز كونياك كله فوازير، ده غير ازازتين طافيه وازازتين عرقي وبوظه كمان، وكل ده عشان انسى انك تطشت في ميزاني واتجوزتها. ونسيت يا بابا. كنت اخد الكاس اطلطش واتوزن، ابص لها السبرتو يطير من دماغي وافوق، اخد الكاس التاني اطلطش واتوزن، ابص لها افوق، وفضلت على دي الحال. اطلطش واتوزن وافوق، اطلطش واتوزن وافوق، اطلطش واتوزن وافوق، لحد ما عرفت ان مفيش فايده ومفيش مفر من امي. ومرت الايام وحضرتك شرفتي، الدنيا اتصلحت وحلوت بوجودك. عارفه منى؟ انا استحملت الغلب ده كله عشان خاطر عيونك انت. يا حبيبي يا بابا. يلا بنتي، خشي استريح شويه والصباح رباح. Thank you.
وبعدين بقى قربي مني شويه يا تحسين. انت فاهم غلط يا تحسين. بحبك انا بعبدك. انا خميس والله ما تكوني جمعه حد. هقول لحمد عازم يا خميس. يو انا بغير بقى بغير يا تسحيل. يا تحسين انت زودتها يا تحسين. يو اصحى فوق تحسين. تحسين تحسين امال فين منى؟ منى مين؟ منى حبيبتي فين؟ منى منى يا منى حبيبتي يا منى. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا أمي. كانت دايما تقول لي ما تنامش جنب واحد واخد زومبا من مراته. أمال فين تحسين يا معلم؟ والله مش عارف ما لقيتوش البيت. يا بابا لا يكون جرى له حاجة. ألف مبروك العريس لقوه. أنا عاوز الحلاوة. حلاوة يا جدعان؟ أنت فاكره معزة تانية؟ العريس أهو اتفضلوا استلموه لأنه من ساعة كان امضوا لي على الوصل. الله يخيبك راجل، لما أنتوا مش قد الأرباع بتتنيلوا بتأربعوا ليه؟ وأنت عرفت اللي حصل يا معلم؟ على العموم جت سليمة. بنا أنا آسف يا حبيبتي. أنا مش بتاع الحاجات دي، أصل الواد خميس قبل كتب الكتاب خدني في السر كده وقول لي خد اربع وفضلت اربع 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 لحد ما بقيت كفته. حقك عليها يا حبيبتي. انا عازماكوا على الغدا النهارده، هطبخ لكم من ايديا حمام محشي بالفريك. تسلم ايديكي وعينيكي يا زوجتي يا حبيبتي. العشاء عندي انا بقى، هعزمكوا في احسن.
زي كل مره ولا هتغير النهارده يا بيه؟ ايوه زي كل مره يا متر. الا اقول انت متر ولا متر الا ربع؟ حلو. يا سلام، قال يعني السقفة مقطعة بعضها قوي. الحساب من فضلك. تلاتة أربعة خمسة 6 جنيه و20 قرش. كم؟ بقول لحضرتك 6 جنيه و20 قرش. الاكل اللي انا اكلته ده ب6 جنيه و20 قرش. ليه؟ قاعده في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حته لحمه قد كده مشويه وشويه سلطه ب6 جنيه. من فضلك يا انسه، عايزين الحساب من غير منادى. طب مش كنتوا تقولوا لي؟ هنقول لك ايه بس؟ قولوا لي ان انتوا غاليين كده. يا ست احنا لا غاليين ولا حاجه، الدنيا كلها مولعه. من فضلك بقى عايزين الحساب. وانا يعني لو كان معايا كنت قلت لك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاجئتني. اخ، دخلنا في الدحليق. لا دحليق ولا نيلي، الحساب عندني. عندك انت ده ايه وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ست لا بتشحتي ولا نيلي. خلاص الناس لبعضيها. ايوه بس انا ما اقبلش انك تدفع لي الحساب. يا ست بردهم لي بعدين. ردهم لك ده ايه وانا اعرفك منين؟ الام اقرع ونزهه صحيح. الله 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 الله، انت هتلبخ. مش احسن ما ياخدك يحبسك؟ ايوه يحبس. امال يعني عايزه تاكلي بلوشي؟ لا مش قصدي، بس اصلا خلاص انا يعني هدفع الحساب. ما هو اصلا الحساب كام يا نادل انت؟ 7 جنيه و20 قرش. انت مش لسه قايل 6 جنيه؟ الله جرايات التهاني، مش شي بقشيش برضو. انا ما ادفعش بقشيش. انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ انت مخك زينخ ليها يا جدعين؟ لزوم ايه هلات دلوقتي؟ ما قلت لك الحساب عندي. متشكرين يا سعاده البيت، اهديت باين ولا بلاش؟ تعال هنا. انت رايح فين؟ ايه؟ عايز احقق المواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني ابقى اجيلك فين عشان اديلك فلوسك. يا ستي بيدعي لي بيهم دعوتين. ليه؟ شحات على باب السيده؟ انت حاطه نقرك من نقر الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي. انا كويسه وبنت ناس كويسين، واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق دي؟ ها؟ مين طارق؟ لا ده انت بتعرفي تضحكي اهو. المهم ابقى اجي لك فين عشان ادفع لك فلوسك. عايز علوالي يعني؟ مثلا. انا ساكن في رصيف نمره 5. نعم. مصممه؟ جدا. انا هتغدى هنا بكره. لا يا عم انا ما اجيش هنا تاني. يا ستي خلاص، هما يعني هياكلوكي بالعافيه. خلاص يبقى ميعادنا هنا بكره. طيب. سعيدة بقى. وانت من اهل. انتوا جايبين لي مسكويت؟ ما تجيب لي عيش مرحرح ولا حاجه. انت يا نادل انت؟ ايه الايه اللي هناك دي؟ ومعايا الكومي يا ويكي. مره واحد يضرب تليفون قام صعب عليه. حلو حلو، ما تلعب العب. مره جاء واحد جه يقعد على قهوه قامت لسعاه. حلو. بالكم في بلدنا بيسخنوا الطير على العمدة عشان يستحمى في الشتاء. شوية معننة. ايه؟ شوية. ومعايا واد كمان. كمان. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ ناموس. مال؟ متكيف منك قوي. كل يوم في العالة يا عم، وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحمية. تحريت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا مخكم معاي. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50 60 جنيه، ولا بنشوف حاجة. الله 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 الله، انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل، ما تبقاش طماع.
انت يوميتك النهارده وصلت 13 14 جنيه في اليوم، عمر جد جدك ما شموهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه، ورانا مصاريف كتيره وراجل عمال يزودك كل يوم، ما تبقاش نصيبك النهارده 14 جنيه. مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال توقع يا راجل، على راي المثل كان فجره وطلع لبره. هات هات يا سيدي، احنا قلنا حاجه؟ هات اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد ما انا اعدمها يا جزمي. صارمه؟ ايه قلنا صارمه؟ انا اسمي صارمه يا سيدي. ما فرقش كتير، وريني والله ما تفرق كتير، حتى الجزمه احسن. امسك يا بلغة. يا ربنا يكرمك، يا ربنا يخليكم، يا ربنا يكرمك. على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات. تديني جنيه ربنا يديك 10 جنيه. تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه. تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه. تديني 1000 ربنا يديك 10000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم. إلهي ربنا يكرمك يا سيد. فوت قدامي. اهدي. ايه يا جدع انت؟ بقول لك فوت قدامي. افوت قدامك في ايه؟ ما سيبنا شوف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبنا يا جدع اشوف اكل عيش. اكل العيش متسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومه متسول. حكومه؟ حكومه ايه؟ انت مين؟ مش عارف انا مين. انا بوليس اروح والدك. قدام على العربيه بجرك من الاول. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك؟ اخلص. انت مش بتاخد قبيض؟ لو قلت كلمه تاني زي دي هعمل لك زي غيرتك. ده بينها جد يا خليل يا غبي يا هموش. خش قدامي. اهلا. خش يا اخويا. خش. اهلا. خش. الله، انت هنا؟ ايوه. امال يعني يا خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين. انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا خليل يا غبي. سلامة. ايه؟ مالك بتنفخ ليه؟ حملة. حملة؟ خدوا 5 من رجالتنا. ايه الحملات؟ امال كانوا فين النضوجية بتوعنا؟ كل واحد بيسلك نفسه لرزقه. يا النحس. يظني ان ده موسم، وكل ده من كلام الجرايد. كل يوم ملهمش شغل غيرنا. كل يوم يقولك امنعوا المتسولين من اجل السياحة والسواح. كل خربوا بيتنا. خلاص معليش. خد فلوس وروح ادفع لكل واحد كمالته. اتفضل. تشكر اشاوشني. روح يا شيخ، ربنا يخلي لك امك واولادك. قوم يا ولد. قوم امسك. خد البشامه دي وانت هتبقى فل الفل. امسك يا ولد. الحمد لله، كتر خيرك. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. يا راجل ما تقولش كده، ربنا يديك الصحه انت بس. هو صحي الواحد دلوقتي زي ما يكون بني ادم. زي ما يكون ايه؟ بني ادم. امال انت ايه يا ولد؟ جاموسي؟ ده انت بني ادم ونص. اللي مبوظ الدنيا انك انت تكسب مهما تكسب وما بتغذيش روح، ما بتبرش نفسك يا جزمي. صارمه. ايه صارمه؟ اسمي صارمه. بقى بتموت وزعلان قوي عشان خاطر غلطنا في الجزمه والصارمه؟ انما انت اختك اسمها ايه؟ شبشب. ما بنخاف نصرف، ده نسحب بحق وحقيقي. وخايفين من ايه؟ ما كلها اشحات يا اخوانا. انتوا مهما صرفتم على نفسكم مفيش خوف، الارزاق بيد الله والرزاق موجود. كلامك حلو قوي، واحنا هنعيش مرتين مش كده؟ هنسيبهم لمين يا عباه؟ صارمه. ايه صارمه؟ هنسيبهم يعني في صفايح كده الحكومه زي ما بنسمع يا صندل؟ صارمه. خلاص يا اخي. الله، ما احنا برضه ما بتخلناش كتير، كفايه الفرده اللي بياخدها هموش اللي معاه. ايوه يا جدع، مستغلين لاخر استغلال. وشوفهم ادي احنا مرمين رميه الكلاب ولا حد سال عننا. على قولك. طيب ليه كلام تاني معاهم ولاد الابلسه؟ كلها ليلتين في الحجز يا حسنين. كم؟ ليلتين. يا حزن الحزن. طيب 6 جنيه ونص، 7 جنيه و20 قرش، وشيل بقشيش. ها برضه مش هتاكلي حاجه يا مدموزيل؟ لا مش واكله، انا مستنيه واحد. طيب
ما جاش ليه؟ هو مش بيجي كل يوم يا اسمكيه؟ هو مين ده؟ استاذ ده اللي دفع لي الحساب امبارح. لا يا ست، ما بيجيش كل يوم، ده بيجي ايام ايام. دي وقعت ايدي بس، انا عايزه اديله الفلوس اللي دفعها لي. القعاده على الترابيزه معناها الاكل يا مزمزيل. طب خلاص، روح هات لي واحد كريم كراميل. الله، انت هتحلي قبل ما تتغدي؟ انا حره يا اخي. طيب طيب، اسمع. ايه اسمع يا اسمك ايه؟ نعم. هو ال الكريم كراميل ده بكام عندكم؟ بخمسين قرش الواحد؟ لا، النص. طب هات لي نص، اصل انا عامله رجيم، قالوا لي ما تاكليش سلطه ولا لحمه ولا اي حاجه اكتر من خمسين قرش. يا ترى انت فين يا اسمك ايه اللي دفعت لي الحساب؟ الافراج وصل يا معنانة. وش يا تعالوا بالحين، بدكم خيمة ما كده بتوع كلكم؟ انت ليك وش تتكلم يا سهموش انت؟ اخرس انا، ما تكلمش المعنانة بالطريقة دي، انت اللي تخرس يا غبي. غريبة، محدش من ايدك. ما تقولش واد، ما تيجي تاخد لك كلمين. مش دلوقتي. الله 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 الله، ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا ان كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم، واحنا متخفينا صدقناكم. الواد لازم يتقدم يا معلم. بس اسكت يا بغل، حد يبقى بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. سيبه سيبه، ده مهما كان برضه ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامي، تلميذ في شغلانه سافله بنت ستين كلب. حق علينا اللي علمناك الشغله، وبقى عندك صنعة محترمة تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغلة محترمة دي؟ ده الحرامية أحسن مننا. على الأقل الحرامي بيسرق عين عينك ومعروف إنه حرامي، لكن إحنا بنسرق الناس بسم الله، بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخلق. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصة الكلام إيه دلوقتي؟ خلاصة الكلام بدل ما اعترفت إنكم حرامية ولا ستين كلب، يبقى ناخد حقوقنا. ما انت بتلهب تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. ايه هتلهب التلت ده يا غبي؟ تديه لامك. امي انا ما بتكلمش عن نفسي وبس، انا بتكلم نيابه عن كافه الشحاتين المحترفين زمايلي، وانني اليوم لابد. اوعى يا ولد، سيبوه. انا بقى ادي التلت لامي. ويبقى سلم لي عليه. هاتو والسلام أمانة يا غبي.
بسوق. كنت عايز تعمل لي عاهة؟ عايز نشحت؟ حطوه حبس سنفرادي. ينصر دينك، انت فتحت عينينا على حاجات ما كناش نعرفها ابدا. ربنا وياك. مش ده مطعم؟ ايوه مطعم. انت جاي تتغدي بقى؟ لا مش للدرجات يعني، مش بالظبط بالظبط. هو ما جاش ليه؟ مش عارف والله. اسبوع بحال وانا باجي ادور عليه كل يوم وبرده ما جاش. دي اول مره يتاخر فيها بالشكل ده. طيب هتقعدي؟ لا طيب همشي. ليلتك فل يا فل. عايز ايه يا سي زفت؟ زفت برضه؟ مش عاجبك الزفت وعاجبك الغبي قوي؟ انما انت وانت صغير كانت امك بتدلعك تقول لك ايه؟ يا حمار. الله يسامحك. زعلت قوي؟ ده الحمار هو اللي يزعل. يعني انت مروق قوي يا اخويا النهارده يعني. مروقش ليه يا خليل؟ عجبك الرمية اللي انت فيها دي؟ يا انت صاحب من زمان، انا اللي اكتشفتك ومهونش عليا تتلقح التلقيحة دي. عايز ايه يا غبي؟ عايزك تعقل يا ابن الحلال وتبطل تقوم الخلق علينا، وحندي لك بدل التلت النص يا عم، وما تقولش لحد. واذا ما كنتش عايز اشتغل لحسابه؟ اهو ده اللي مش ممكن ابدا. نجوم السما قراب لك، مش هتقدر تفلفص مننا، كان غيرك اشطر. اعقل يا ابن الحلال وبدل رميتك دي قوم اشتغل. وان حاولت تلعب بديلك كده ولا كده يا برطوشي هتعملوا ايه يعني؟ هنشحت منك رقبتك. فكر يا ابن الحلال وانت فلاح قراري ومش غبي. ايوه هنبقى انا وانت اغبياء يا غبي. انت هنا بقى، العيد قرب واحنا منقيين لك مكان. سو 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 كل. لما لضتني وهتكون فاكر نفسك مهم قوي ولا حاجه، ولا يعني مدين الناس بقى وهتجبي عليهم بقى والحاجات العقد بتاعتكم دي؟ تصح تقول لي ايه اللي اخرك؟ انت مش ليك فلوس؟ مش مفروض تيجي تاخد حقك يا ستي؟ هو يعني حقي هيروح؟ طب ايه اللي غيبك عني 11 يوم في الشغل؟ يعني اصل الـ 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 الجماعه اللي كنت بشتغل معاهم كانوا تعبيني شويه. انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل مستثمر أجنبي؟ ده مصدر واحد أجنبي؟ أصلهم دايما يقولوا مستثمر أجنبي. لا يعني أنا مستثمر كده على قد حالي. يعني زي ما تقول رجل أعمال. أيوه أعمال حرة.
يعني على باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله، ما يعني على باب الشعريه. يا بنت الايه، دمك زي العسل. اديك حقك وانصرف انا بقى. تنصرفي تروحي فين؟ اروح شغل. لا لا لا، شغلك ايه؟ اقعدي تتغدي. اتغدى؟ لا يا عم، حض الله بيني وبين المطعم الغالي ده. ولا غالي ولا حاجه. ايوه طبعا، ما انتوا تقولوا كده، مستثمرين بقى واكلينها ولعه. ولعت ايه بس؟ لسه مستثمرين في اول السكه. يا دوبك اعمل. بكره تكبر يا خدامه حسنين. وانا عايده ومش هقول لك خدامتك. خد بقى يا عم ايه؟ فلوسك اهي. فلوس ايه؟ والله ما انا واخد حاجه. عليا النعمه لا انت واخدها. انا وانا بقول لك شوفت حاجه على شغل حاجه. عليا النعمه ويمين على يمينك لا انت واخدها. عيب ايه؟ ما تجيبش حاجه بقى لشغل فلوس على شغل فلوس. لا واخد فلوس بقى عشان تعملها لي حلوه نفس الوانه وتقول لي نتقابل كل يوم وحاجات زي كده. عندك مانع؟ لا. نتقابل بكره. خلاص بكره بكره. إلهي ربنا يكرمك. نو دولار ايجيبشن ماني تشكر. سعد عاجز النظر. إلهي ربنا يكرمكم. إلهي ربنا يخليك. نو عملة صعبة ايجيبشن ماني. هو كده. انت ايه يا سيدي؟ زي المنشار طالع واكل نازل واكل. وانت مالك انت يا جدع انت؟ انت عايز مني ايه؟ لما فيش زبونه الا لما يديلك. وانت هتنق عليا ليه؟ لو انت فاكرني مش واخد بالي منك، ما انت بتكسب ذهب انت راح والفلوس نازله راخه عليه. الله، انت بتشوف ولا ايه؟ الا لو انت فاكرني يعني عشان اعمى ما اشوفش. انا من عيله كلها تعيم لكنها موهوبه. انا خالتي بتشتري الخضار على عجله، وعمي بيصلح ساعات. بيصلح ساعات؟ طب وعمتك؟ دكتورة عينين. ماشية معاك بتام. طب يلا امشي بقى من هنا، امشي لخلوهم يقطعوا لك مناخيرك. يلا امشي امشي. تبدأ المية لما تتجقر تحت منك. الله ربنا يكرمك. زمان واخد الكلب وسارح بيه. انت ايه؟ معجون بمية عفاريت. انا برضو. حرام عليك، الواد غلبان. ومن امتى الحنية دي كلها؟ من زمان، بس انت مش واخد بالك. على العموم الحال من بعض استجلال. انت بتدبحي في السكرانين وانا بدبح في الخيبانين. يعني انا كنت لقيت لقمه شريفه ورفضتها، ولا لقيت حد يسددني وقلت له لا؟ الله الله، ده كان مستخبي فين ده كله؟ انت اللي مش حاسس بيا. والرقص والهشك بشك. اسمتي يا نسيبي، اتجوزني وان لقيتني رقصت التاني بقت بحري. والفلوس والمكسب. طز جلال، انا بتكلم بجد يا بلبل. يعني انا مبسوطه، ده انا بموت في الليله 100 مره، ان كان من الزباين ولا من صاحبه المحل ولا منك. قلت ايه؟ في ايه؟ في الجواز. حرام اظلمك معايا، الامارتي مالوش في الجواز وده مسؤوليه وانا بخاف من المسؤوليه. يبقى ما بتحبينيش. ابدا يا روحي، بس اسال مجرب ولا تسال اسمه ايه؟ يا خساره. خسارتي انت هتقلبيها نكد ليه؟ هنقلبها نكد ولا ايه؟ تعالى 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 يا روحي تعالى. الهلالي عمل بقت نص. هو كان هناك. ايوه ده من حظ الاخبر. انا 100 مره قلت لك مالكيش دعوه بالهلال. معلش يا ست هانم، عيله وغلطت، بس انا منبهه عليها. اهو هنعمل ايه؟ يعني انا دي بنت امتك؟ طب روح انت اغسل وشك. لا مش الحمام ده، الترسو. الترسو. الترسو؟ ايوه. هو فين؟ اللي قدامك ده. واقلع هدومك دي والبس هدوم اللي كان قبل منك. اقلع هدومي؟ ايوه. طيب هو ده الترسو؟ امال البريمو يبقى ايه؟ ده بدون عسل ابيض. وده يبقى ايه دي؟
مني بقى يا ننوسة، أنا عندي ميعاد. ها؟ إيه رأيك بقى؟ تسبحي على خير؟ يا نامت اسم الله عليها، بتحاول، عندها أرق. عندها قرف؟ قرف ازاي بقى؟ أرق يعني ايه؟ كحة؟ لا، نومها مش منتظم. تلاقي بس دماغها مشغولة بحاجة ولا محتاجة؟ يا حبيبتي يا ناني، هي الوحيدة اللي مالية عليا البيت. و حضرتك لا مؤاخذة يعني قاعدة في البيت ده لوحدك؟ أيوه، أنا جوزي مات وعايشة وحيدة. حمار، يعني قصدي حد يسيب الحلاوة دي كلها ويموت؟ ومجربتيش تتأهلي تاني؟ ما لقيتش الراجل اللي يملى فراغ المرحوم. لا فيه، بس انتي ما انتيش واخدة بالك. نعم؟ قدامك ومش قدامك، يبقى ايه؟ مش فاهمة. فلاح كان فايد بيغني من جنب السور. فلاح؟ فلاح ايه؟ مساء الخير يا اهل البنبر، يا مساء النور. اتفضل روح. اروح روح فين؟ على بيتكم. بيت مين؟ هو انا ليه يا بيت؟ ده انا مقطوع. طب وانا مالي يا جدعان ده؟ اتفضل اطلع بره. طب هقول لك على حاجه، طيب ما نخليها بالحلال. حلال؟ حلال ايه؟ نتجوز. نعم. واني مقطوع، مش هبقى لك حامل تقعد تمحرر فيكي. انت مجنون يا جدع انت. انا مجنون بحبك يا جميل، يا بتاع البندر انت يا اللي يوكل. بره بره بره. هقول لك على حاجه، طب نخليها بوس. بره بره. انت اللي خسران يا جميل. بره، هطلب لك البوليس. احنا بنحلم ولا ايه؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ الحكايه بسيطه يا اخينا، ده فكر في اللي احنا فكرنا فيه في نفس الوقت. يعني هو فاهم دلوقتي انه سرق الفلوس فعلا؟ مفيش غير كده. طب احنا مستنيين ايه دلوقتي؟ ما نوزع بقى كل واحد ياخد حقه ونبشبش الانتيكة، ولا ايه يا هلوتي؟ لا بشبيشي، انا مش موافق على الكلام ده. ممكن الواد ده يكون اخبث مننا ومرتب لنا حاجة، احنا ننامله في الدرة لحد ما نشوف ايه الحكاية. عندك حق يا هلوتي، تخاف. الخوف اجدع عشان في الضمان، واللي بأكد لي نظريتي انهم خرجوه كفالة. انا سمعت انه خرج من غير كفالة كمان. رايح فين يا حنية؟ الله اكبر، قاموس الفاظك بقى حلو قوي يا حماتي. انت طول عمرك غالي عليا يا رمضان. تعال كلك لقمة. اكل ايه وليه؟ ما انا لسه بتغدى. وماله، كل كمان، هتنزل على لحم بطنك. تعال انا عايزك في كلمتين. تعال تعال. كلمتين ايه بس؟ تعال. نعم، عايز ايه انت؟ طبعا مدكن الفلوس. ايوه طبعا مدكن. ما تجيبش الهمنك معايا. هتشيلي لي 400,000 جنيه؟ وماله، في الحفظ والصوم. طب ما انا اشيلهم في الحفظ والصوم. طب هتدفع المهر امتى؟ يا حماتي انسي الفلوس دلوقتي خالص. يا ابني قبل المهر ما يغلى. يا ستي بغليه زي ما انت عايز، انا جاهز. طيب يا ضنايا، هتفضلي قاعده كده على طول؟ مش هتقومي؟ حاضر. قوم، انا عايز اقفل الباب. طيب مالك انا. قومي. زحمطتني. Rabbi Ramadan Bey.
عم سويلة. خيرك سابق يا عم رمضان. يترد لك ان شاء الله في قضية تمويل. طول عمرك دمك زين عسل. انا جايب لك شوية بقالة حلوين قوي. كتر خيرك. كتر خيرك يا عم سويلة. بقول لك انا عايزك في الكلمتين. نعم. شوف يا سيدي دلوقتي لما مؤاخذة في دي الكلمة، الناس بتقلي بدكاكينها بتعملها في سوبر ماركت. فكرة حلوة. ها؟ وانا بقى لما مؤاخذة يعني عايز منك قرشين سلف. هتبقى حلوة وانت ابو جدعان. سلف مين يا عم سويلة؟ الله 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 الله. من هف اللي انت هفه. الهف اللي انا هفه؟ طب انا هفيه، انت كمان تهف؟ الناس لبعضيها يا رمضان. الناس لبعضها في الهف يا عم سويلم. الله صدقة من اللي انت سايقه. صدقة؟ الصدقة ما تجوز الا من المال الحلال. احنا على قوم متشكرين قوي على الهدية دي. لا يا اخويا فيك. هدية دي؟ لا يا شيخ. يلا مرفيكا. يلا امشي بلا فلقة بلا مرفيكا بلا غنى بلا يحظى. يلا على رأيك بلا نيلي. يا ساتر. انا همشي من هنا، تعال وراي. السلام عليكم. السلام عليكم. كده ها؟ ما تقدم شكوى. قدم شكوى عشان يرقوه. ده انت كبرت في السن. اي والله كبرت في السن وصحتك بقت عيضه عيضه. هو انت قادر تقف على حيلك يا راجل؟ زمانك دلوقتي بقى مصولات. اي والله العظيم والله العظيم ثلاثة بقى مصولات. الظلم وخد حقك. بالك انا لو اقدر اساعدك كنت سعيد. كنت عرفتك سري. بس دي معقولة؟ أضحي ب 400 ألف جنيه عشان واحد تافه زيك؟ دي معقولة؟ حق دي لو حصل وعرفت سري يوه يوه. كان زمانك دلوقتي طالع في الجرايد وبتسلم على المسؤولين ويدوك 2 جنيه مكافأة. أنا مش فاهم حاجة. أنا بقى فاهم. إيه اللي وقع منك هنا دي؟ مش بنفر وجزمة بيري. ده انت بلوى مسيح. الله يسامحك. بقول لك ايه يا حلو، بدام انت راجل بتشتغل جامد كده ما تستقيل. استقيل؟ ايوه استقيل. اشتغل في القنده من بتوع الاستثمار او في مزرعه فراخ حتى اكل وتشرب ويدوك فراخ وانت مروح. يا اخي سيبني في حالي وغرف 60 داهيه. ده انت قلق. ما انت مالش حق. طب طلعني من البرميل. طيب انت نفر. عاوزين مني مش ورايا ليه؟ حرقت عشان اقول لمراتك على كل حاجه بتعملها. هقول لها انك انت بتعاكس بنات في الشوارع. يعني في شيء حويس حرش جديد يا فندم. اصدرنا امرنا بالقبض على المذكور ويحال الى محكمه الجنايات. شوف اقرب جلسه عندك يا رمضان. افندم يا سعاده البيت.
لسه مصمم على اقوالك؟ وهغير اقوالي ليه يا بيه؟ احنا الحمد لله طول عمرنا كلامنا واحد، احنا عيال جدعان قوي. جاوب على قد السؤال. حاضر حاضر يا بيه. انا بديلك فرصة اخيرة، اذا ارشدت عن مكان الفلوس هيراعى ذلك عند الحكم وسيكون مخففا بما يسمح بذلك القانون. يا سعادة البيه، انا لو عايز اقول على مكان الفلوس كان لازمتها ايه اللمة دي؟ دي قاعدة متكلفة برضه. النيابة تحب تضيف شيء؟ النيابة مصممة على طلباتها يا فندم. الدفاع يتفضل. اود ان اضيف ان موكلي. يا استاذ انا لا وكلتك ولا شربتك، المحكمة هي اللي انت دابتك للدفاع عنها. صمينا الحاجات دي كلها ملهاش لازمة. انا راضي بحكم البيه القاضي السكرة دي. يلا يا بيه يلا ترسيني 7 سنين ربنا يخليك. اسكت يا رمضان، خلي الاستاذ المحامي يشوف شغله. يا سيادة الرئيس، القاعدة القانونية بتقول انا اللي اتكلم وهو اللي يسكت. القضية قضيتي وجوه حاول ابلع بطوره. يا استاذ رمضان انا عاوز اساعدك ارجوك. ارجوك انت يا استاذ خليك في حالك واقعد على المعروف. سيبني في حالك اقعد. الله لا يسيئك. سيدي الرئيس، واضح ان المتهم لا يأبه بالعقاب ولا بد من الشدة مع امثاله ليكون عبرة لغيره. ايوه ايوه يا بيه، انا عبرة لمن لا يعتبر. الحكم بعد المداولة. رفعت الجلسة. شاي يا رمضان؟ ملوش لزوم، ابقى اشربه في ابو زعبل بقى. يا خساره يا رمضان، ضيعت نفسك وضيعتني معاك. مفيش حد ضاع ولا حاجه. بيتهيألك تفتكر مصيرك هيكون ايه دلوقتي ومصيري انا كمان هيكون ايه؟ انت لعبت بالنار والنار هتحرقك وتحرقني. ايه الكلام ده؟ انت هتعملي لي فيها يوسف وهبي؟ انا عايز كلام اسماعيل ياسين بصراحه. محكمة! حكمت المحكمة حضوريا على المتهم رمضان إبراهيم إسماعيل بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. رفع الجلسة. يا حرام يا أحلى العالم، أنا بإخلالي رسم على الجميع. عاشت انتصار القانون، عاشت المادة 112 الباب الرابع من قانون العقوبات، عاش القانون الفرنسي، عاشت فرنسا حرة وعاشت مصر حرة، وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه بفلوسه. خد بالك من نفسك يا رمضان. مفيش دعوة تخافيش عليا، خدي بالك انت من نفسك. استنيني، خدي بالك منها ام علي. فعليا ما معكش يا اخويا ياسين مؤقتا. منين يا حسرة منين؟ مثلك انت. مثلك قلبي معاك يا استاذ. خلي قلبك على روحك انت، انا كويس مش دعوة خالص. يلا يا شاويش. يلا يا اختي يلا. خش يا مسؤول. لا ولزومها ايه المعامله دي؟ السلام عليكم يا مجرمين يا اوباش يا زباله المجتمع. اسمك ايه يا ايه يا دي؟ مش عاجبك يا؟ لا هو من اولها كده. تعال هنا. اجي هنا فين؟ هاتو. الله بالراحة علينا شوية مش كده. هنا ما حدش يفتح بق. هو انا لحقت اتكلم ولا ترد؟ انت قضيتك ايه يا؟ ما ترد يا. انت مش قلت ما تفتحش بقك؟ هتكلم ازاي وانا قافل بقي؟ طب افتح. مش فاتح، انا بقفل بعد الساعة 7 حسب قرار السيد المحافظ. حلو حلو. انت هتنظر يا بسم الله. عيشت الله يحفظك يا امير. هو في ايه؟ هاتو. اصل هنا مفيش حد يفتح بقه، فاهم يا؟ اشمعنى انت ما انت فاتح بقك اهو؟ انا افتح وقت ما يعجبني، فاهم؟ ايوه بس اصل ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ يقفلني. انت بتبص علي انا بضربك انت. ما انا معاك. ايوه بس انا مش معاك. بسم الله. عيشت الله يخليك امير.
وضبوه. ما تيجي تاكل معايا؟ طب بس وضبوني واجي لك على طول. يلا يا جماعه وضبونا عشان عايزين ناكل لقمه مع الراجل. عيشت الله يخليك. ده التوضيب هنا اللهم صل على النبي. انما حضرتك اسمك ايه؟ أبقاب. مين؟ أبقاب. أبقاب من امتى؟ انا مولود أبقاب. مولود أبقاب؟ ايوه. اللهم صل على النبي، مولود أبقاب. الظهر يا أبقاب فيه توضيب تاني. مش عايز نفس في العنبر. اتأدبت يا ايوه اتأدبت. اتأدبت وتهذبت وعرفت ليه هم بيقولوا السجن تأديب وتهذيب واصلاح. ما حدش بياكلها بالسهل. انت جبت الفلنة دي منين؟ ايه؟ اصل انا عندي زيها. ايه؟ اصل هنا ما حدش يفتح بقه. ما اقدرش، ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ. بسم الله. عيشت الله يخليك. قلت لي اسمك ايه؟ أبقاب. أبقاب أبقاب ايه؟ حد اسمه أبقاب. لازم تقدم استقاله عشان ما يقولوش راح فين. اقطع حلقه وسيح دمه كده. هنروح استقاله جدع. كامل الاحترام يا عم. احنا ناس غلابه. غلابه مين؟ تخبط 400 باكو. الباكو فيه 1000 ليمونه وتقول غلابه؟ ده احنا حراميه كسر بقى. كسر؟ طبعا كسر. ده الحرامي مننا عامل منظره يا دوبك يوم ما ياخد له شراب، تلفزيون، اي حاجه من على حبل غسيل، وانت تهبد الهبده في خبطه واحده. انت هتنق؟ نقي مين يا استاذ؟ الله يبارك لك في الليمون.
ايه حكايه الليمون دي؟ ده الاسم الكودي للجنيه لا مؤاخذه. حلو تصنيع حلو فعلا. الجنيه ما بيستحملش عصره ليمونه. انت بتعمل ايه؟ حتم تكنس مين؟ تكنس مين انت؟ ما تكنسش، ده انت الاستاذ، ده انت الكوماندر. كوماندر العفو يا معلم. معلم مين ده؟ انت زيد المعلمين. سلام مخصوص لقصة اللصوص. وسلام لزعيم البواكي. سلام لقصة الحرامية. سلام للزملاء الكركية. سلام لقصة الحرامية وسلام لإخواننا الكركية. البواكي حلوين حلوين. يا سلام يا حلوة من قدك مين؟ من قدك مين؟ من قدك مين؟ انت كبير المتصيد، انت بتهبر واحنا نعيط. ناكل يامك على طعمية وانت الفراخ مية المية. ناكل يامك على طعمية وانت الفراخ مية المية. اللز والفستق بتقرقش واحنا بنتغدى حرنكش. واحنا بنتغدى حرنكش. دنيا هي الدنيا، فيها اللي فوق فوق، فيها اللي تحت تحت تحت، فيها اللي فوق فوق، فيها اللي تحت قرش تسوى قرش، معكش قرش ما تسواش قرش. والدنيا هي الدنيا، فيها الضعيف وفيها بكرش. قرش 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 قرش. والحرامي دايما هباش، الهباش عمره ما يعلاش. قلنا يا كبير الحرامية يلا الهبر عندك غية. قلنا يا كبير الحرامية يلا الهبر عندك غية. احنا الاوباش الحرامية محبوسين مية المية. احنا الاوباش الحرامية محبوسين مية المية. قرش 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 قرش. اهو ده الهجان ضربوه. يا سلام يا سلام. اهو ده الهجان ضربوه. يا سلام يا سلام. اهو ده الهفاف ضربوه بيخاف. اهو ده الهفاف ضربوه بيخاف. اهو ده النشال. اهو ده النشال. اهو ده النشال وكل اف وله حلال. حرامي العشة الفاضية فاضية فاضية فاضية. وده هبر الضربة القاضية. كرش 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 كرش. دول الحرامية الفكة فكة فكة فكة. في الصنعة دول عالم سكة 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 سكة. دول الحرامية الفكة فكة فكة فكة. في صنعتنا دول عالم سكة زمايلنا السكاك. السك واحد ضيف شنطة وزق عجلهم على طنطة حبس لونطة. يا ابو عالم سكة بتوع الفكة. عالم سكة بتوع الفكة. صباح الخير سعادة الباشا. صباح الخير سعادة الباشا. سعاده الباشا انت بتكلم مين؟ عم نجاتي. بكلم سعادتك انت. سعادتي؟ ايوه. خير. انا ليا طلب عن سعادتك. تحت امرك. انا عندي ولد لا مؤاخذه يعني دبلوم تجاره وبيشتغل في الحكومه. ربنا يخليهولك. ايوه بس سيادتك عارف يعني ان ماهيه الحكومه مش ولا بد. وهو ابني الوحيد على ست بنات وهيبقى العقل الوحيد بتاعهم واللي هينفق عليهم بعد مني. ربنا يخليه لك ويخليه ويخلي سعادتك. بس انا عشمي في سعادتك يعني ان سعادتك لما تطلع بالسلامه ان شاء الله تشغله لي. قوي قوي عينيا الاثنين. طب لو سمحت سعادتك يعني كارت من سعادتك عشان يبقى يجي ليه لسعادتك. كارت؟ ايوه. بس ده لسه بدري. ايوه ما هي الايام بتجري بسرعه. على كل حال انا لسه ما طبعتش كروق. على العموم خليها بلا سعادتك. تسمح سعادتك يعني تقبل مني سجاره. قوي. تشكر يا عم نجاد. شكرا يا صاحبي. شكرا. سلام. أول مرة الاقي سجان بيرش على مسجون. يا بركة الرزم. بصراحة أنا زعلان. الموظفين في المصلحة هزقوني عشان اتغنيت. يعني أنت وأنت فقير أزق وأنت غني بيهزقوك. دي طبيعتك يا شحاتة. ما
المهم ما يكونش لاحظوا اي حاجه بالنسبه للموضوع ده. لا ما تخافش يا لوتي، السر اتدفن في السجن مع رمضان. وعلى فكره عايز اقول لكم حاجه، انتوا نمتوا على الموضوع ولا ايه؟ مش هنوزع فلوس؟ الله غريبش بيشي، الله تنقصك حاجه يا راجل، ما احنا عايشين اهو فل الفل اهو. الله لسه واخد باكو ولا عايزني نفترق بقى؟ اعوذ بالله نفترق، ده احنا اصبحنا واحد. يا سلام عليك انت يا مثقف. بيقول لي مثقف؟ انا ساحي يا جدع. انت احلى ساحي يا جدع، ساعد لينا في الخير. ما تسعى انت وجيب لنا ازازه مليانه. طيب يا سلام عينيا، خد فلوس وانزل اشتري ان شاء الله تجيب البحر بحاله. عم فلوس ايه؟ جدع خد. عم ده انا يلي فلوس كتير هنوديها فين؟ عم انا جدع، ده انت جربان. هيقول لي تحط فلوس محمود. اجمل يا بشبيش اجمل. الله امسك نفسك. عرفتني يا بشبيش، انا نازل اشرب من البحر، قصدي اشتري البحر. ما تيجي معايا يا شيخ؟ يا عم وانا شايف قدامي، روح انت. طيب خرع فين؟ لا الباب هو هنا. كل الطرق تؤدي الى المصلحه. قشطه. اهلا يا نونس. اهلا يا نورة حلوه. انا عاوز ازازه كونياك سكر بره. سكر بره؟ لا مؤاخذه، السكر بره. قال اصل انا كان عندي موظفين يطلبوا مني الخمره سكر بره، وناس منهم بقى تطلب الخمره كشري. كشري؟ كشري انا قصدي البتاع ده اللي بيشربوه على الاولى ده، اللي اسمه الشاي. انت عايز شاي ولا خمره؟ شاي ايه يا راجل بقى؟ ما ربنا تاب علينا منه بقى. ما تبصش لمنظري، انا راجل محترم، اوعى تفكر ان انا كنت ساعي. اتفضل بقى يا استاذ. شكرا، اشكرك جدا. يا استاذ. وبعدين يا هلوتي هتعمل ايه؟ كله هيبقى في الحلاوه يا روح هلوتي. اول ما الباسبورتات بتاعتي لو انت تجهز نشوف لهم مصيبه نرميهم فيها، وانا وانت اكس على بره. امتى بس؟ قريب يا بنت، ما تقلقيش يا بنت. وانا معقول برضه ادي كل واحد فيهم التلت؟ دي ضربه العمر على راي المثل. هو انا قلت لك ادفع؟ هو احنا مجانين عشان ندفع؟ كفايه اللي بصرفوا عليهم. ايه اللي على الطريق ده؟ انت الظاهر قطاع الطريق. قطاع الطريق ايه يا اخي انت كمان؟ ادخل. هو ده اللي اشترى منك؟ ايوه يا بيه. الفلوس دي فلوسك؟ انا ما اعرفش عنها حاجه يا سعاده البيه. ما تعرفش حاجه عنها ازاي؟ ما هي من نفس الفلوس اللي لقيناها معاك. يعني ايه يا بيه من نفس الفلوس؟ فلوس ربنا كلها واحده لا مؤاخذه. انتوا جبتوا الفلوس دي منين؟ باب السما مفتوح يا سعاده البيه، والرزق بيحب الخفيه. تعرف تخرس؟ اخرس زي البيه ما قال لك. حاضر يا بيه، خرسنا. ما لقيناش الهلوت يا فندم. ولا فلوس؟ ولا الفلوس يا فندم. خش يا مسجون، اتحرك يا اخويا. انت اسمك ايه؟ وانت اسمك ايه؟ بس ما تقولش يا بس. هنا ما حدش بيفتح بقه. انا ما فتحتش بقى بيه، انا خدامك يا ابني. هنا ما فيش خدام بقى حد بيفتح. وضبوهم. يا افتكر انا
بطل بس 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 قرب له ده طلع معرفه ماشي بس اديت اهو خلاص خلاص استراحه قصيره وانت ايه اللي جابك سرقت لك باكو شاي ولا كرسي مكسر والله ظروف يا استاذ رمضان تعالوا على الاستراحه يا ولد اقعد بشبيش ضربت ضرب خد راحتك ده ضربوني ضرب ومين البقف اللي معاك دي ولا مش معاه معايا اعمل لنا شاي يا ميمون حاضر يا استاذ وانا 50 اتشافوا كوبايه كبيره وكملها عدس يا ميمون حاضر الكابتن فتحي ايوه ده مطرب مطرب ما هو ده اللي كان بيغني واحنا بنتوضب لا ده اسمه فتحي السريح ده اكبر هجام في مصر معاه مفاتيح تفتح 11 مليون شقه عقبال اولادك خارج افراج الجمعه الجايه هو ميمون و مين ايوه وده ايه ده وبقى خارج معاهم كمان وانت ايه حكايتك بقى احكي لي حاجه بسيطه ايوه ايه يعني حاجة بسيطة ايوه بسيطة ايه يعني الحكاية حاجة بسيطة يا استاذ رمضان بس شفت العملية بتاع التاني جد فايدة ازاي فايدة كبيرة مش كده تنوره انا عايزك تعتبر السجن ده سجنك انت واهلك واللي جابوك خد راحتك خد راحتك وبعدين بحكي لحكايتك ايه والبقى في ده معاك ولا مش معاك معايا خد راحتك يا بقى في انت كمان ولا يهم شفت الحظ حظ زفت ما نقعش غير في العنبر اللي في رمضان ايوه حظ زفت لو عارف اللي حصل هيعمل فينا ايه انا عارف اخ تبين عليه ليه قيمه كبيره قوي هنا خدوا سجاير اهي انا مش عايزك تقتل هم اي حاجه لا انت ولا البقف ده ايوه بس انا كنت عايز اقول يعني كنت عايز تقول ايه لا ولا حاجة الشاي يا معلمة تشكر نخدمك في الأفراح يا أكبر هفاف طب خد يا بشبيش الله يخليك ودي للبقف اتفضل يا بقف بس تعقيبا على التصريح الأخير بتاعك ده رمضان أنا فعلا بقول إن حرب المدن دي فيها إسفاف أصل الحكاية كلها هي روسيا وأمريكا وهي روسيا وأمريكا واقعين مع بعض ليه؟ ليه؟ 100% في نسوان في النص يعني 100 انا صدقني لما اقول لك يا سعاده الباشا ايوه يا عم نجات سعادتك مطلوبه يا فندم مطلوب ليه اصل جت اشاره دلوقتي المكتب السيد وكيل النيابه عايزين سيادتك بسرعه يا فندم خير والله مش عارف سعاده الباشا بس انا مش فاضي دلوقتي يا عم نجات الواد فتحي طالع افراج وعايزين نقوم بالواجب معاه معلش يا سعاده الباشا تعال على نفسك شويه يا سعاده الباشا عن اذنك يا معلم فتحي خد بالك من العيال دول الجداد دول اللي في حمايتك في رقبتي يا رمضان ماشي بس صحيح في نسوان في النص صدقني رابريون بلابلت قال فتش عن الولية لا انا اديني كنك بس هنا محدش يفتح بقه ايه بتقول ايه يا باشا طيب انا حصل ارضى غلطة غلطة انت على غلطة يا معلم جاهز الرجال حاضر يا معلم سيل يا
تتهموا مين بحرق العربية؟ ربنا هو المطلع يا سعادة الباشا. يعني ما انتش عارف مين اللي حرقها؟ احنا لو نعرف نقول يا سعادة الباشا، مش كده بركات؟ كده يا صاحبي. مش كده بطل؟ يعني ما بترديش يا بطل. على ايه بيه؟ مين اللي حرق العربية؟ معرفش يا بيه. يقفل المحضر في تاريخه ويقيد الحادث ضد مجهول. السلام عليكم. منين يا عم دور شارع وانت كده بتصلي على جمال النبي؟ حاضر. يلا يا عم. نشوف ايه. Thank you.
في السوق لازم يكون راجل، والراجل ما يسيبش نفسه للعيال تلعب بيه. احنا طول عمرنا رجاله يا ملك. فأمرت ايه؟ ما اتاخد من مخازنك شحنة التفاح يا بلاسي، ولا عربيتين النقل اللي خدوهم العيال وفكوهم وبقاهم خردة في وكالة البلح، هي دي الرجولة يا رجالة؟ ما هو عدم المؤاخذة خدونا على اخوانا يا ملك. كنتوا فين؟ نايمين على بنكم انتوا ورجالتكم؟ لا اله الا الله، دي أول غلطة يا كينج. كل نهاية ولها بداية يا باشا. ما هو غور ملوش سعادة. أمين؟ أيوة كيم. هاتلي العيلين دول من تحت تقطيع الأرض. العروسه للعروسه. بس العروسه طول عمرها للعريس. عروستك انت يا حلو. انا بس ده كتير قوي عليا. واحنا عندنا اغلى منك يا بطه، مش كده بركوتة؟ تمام يا صاحبي. وصلي صلي. سلام يا رجاله، ده انا داي لحديكوا. ايه اللي حدفك علينا؟ فعل خير. بأمارة ايه؟ صدقني انا افتكر لك يا بصله وكل عضه بدمعك. حلوه صاحبي. وراس ابويا يعني غرضي مصلحتكم. خلصت جاي ليه؟ امين بيع بعتني عشان بيبيع ايه ده؟ واه ده فوكاته كبير ومتصيط ودراع الملك اليمين وكلمته تسوق لوف. ما يدخلش لذمتنا مليم يا اخوانا، ده راجل زين ومستنظركم. بقولك ايه، اللي عايزنا يجينا. صدقني انت وهو ده قاعد مستنظركم. ايه خلاص انت. انا جيت لك بنفسي يا اكسلانس. عايز ايه؟ مش انا اللي عايز، الكينج هو اللي عايز. وادي الكارت بالعنوان. راس التعبان. ما هو اللي عايزنا يجينا. الكينج مستنيكوا في الفيلا بعد ساعة. نصيحة أخوية، اوعوا تتأخروا على الكينج. ما تروحوش، ده مية من تحت تبن. ده اللي قتل أبويا. قعد يتودد له لحد ما امن له، وراح نادي على دعيته. قلبه ما استحملش الحسره مات. ما تروحوش عشان خاطري، ما تروحوش. Thank you.
وقفت كده ليه؟ البيوت دي فيها ناس. اكيد بس مش زينا يا صاحبي. لا زينا، بس عرفوا السكه منين. اهلا وسهلا، جاست اون تايم. ايه يعني ميعادكم مظبوط، اتفضلوا. اهلا، هو مرزوق اللي قلت لك عليه. ناره ابيض قشطه. اهلا حبيبي. ربنا يكرمك، طول عمرك ذوق والله العظيم. يا فندم يا ملك، حضر لهم كاسين. حاضر. على فكره انتوا مديونيلي. ليه بالصلاه على النبي، احنا لسه شبنا حاجه؟ العربيتين بتوع الباشا حسان اللي سرقتوهم وبعتهم خرده في وكاله البلح. انت بعت حاجه يا صاحبي؟ ومقام سيدي الهلول، انا لو كنت شفتهم كنت ادفعهم. لا غير البضاعة اللي سرقتوها من مخازن البلاسي قبل ما تحرقوه. الله، طب انت مالك ومالهم عمنا؟ بتاعتي. نعم يا اخويا. الله، انت سامع اللي انا سامعه وبركتك؟ انا مش فاهم حاجة. ولا انا يا صاحبي. الوكالة والاجنس والجراج والمخازن، كل دول بتوعي انا، والفلوس فلوسي انا. على كده الباشا حسان والبلاسي دول فاترينا. بالظبط. عرفتوا بقى انكم مديونيلي؟ قوم بينا يابا، ده الداخل هنا مفقود والخارج مديون. استنى يا مرزوق، انا مش هاخد منك حاجه. انا هديكم. هتدينا ايه؟ الوكاله والاجنس والمخازن، كل دول هيبقوا باسمكم. قصاد ايه؟ 10% من الربح عشانكم. والباقي؟ الباقي للكينج طبعا. اتفضلوا. انا بشرب مفتوح. وانا بشرب معسل. دي فرصة العمر. بالنسبة لمين يا شاب؟ ليكوا طبعا. ليه؟ حد يشتغل مع الكينج ويقول ليه؟ ليه؟ انا قلت اللي عندي، قولوا اللي عندكم. هما اللي قبلنا كانوا بياخدوا النسبة دي. ايوه. موافقين؟ النسبة دي ما تنفعناش. عايزين كام؟ 50-50. 20. 40. 30 آخر كلمة، والمهلة 5 ثواني. هات العقود عشان نمضيها دلوقتي. امسح العربية مسحة كويسة، أنا عايزها مراية تشوف فيها وشك. أيوة بركاتة، أنا الفلوس عندي جاهزة، أنت عملت إيه؟ المحامي جهز العقود ونقص على الإمضاء. تعد عليا ولا عد عليك؟ إيه؟ نتقابل هناك يا صاحبي. سلام. مش كفاية بصل برضه يا حسن، تعبنا ولا ايه؟ لا مؤاخذة يا بهوات، نسيت، أصل اللي اتعود على ريحة الكولونيا تتعبه ريحة البصل. الله، ايه الكلام اللي ملوش طعم ده؟ عندك حق، ما هو اللي عيني عيني. وهو معقول نقل عليك انت يا بطة؟ واشمعنى يعني انا اللي حطتهولي؟ لأنك مننا وراسك براسك. جاب لي جاب يا بهوات. الله، أمال احنا بنعمل ده عشان مين يعني؟ عشان نفسكم. زيار. وعشان انا. ايوه انت ناسي انك انت شركتنا. بأمارة ايه؟ بأمارة الفتح والعربية والعيش والملح اللي كان ناسي اهو. ولو انا لا يمكن افرق في دم ابويا واحط ايدي في ايد اللي قتله. ومين قال لك بس انك هتشتغل مع الجيار؟ انت هتشتغل معانا، هنعمل شغل مع بعض. فين بقى يا اخويا؟ في الوكالة مكان البلاسي ولا في ال ام اف بي؟ ده صراصير، ده يا مرزوق. لا، ده مكتب استيراد وتصدير. الام اول حرف من مرزوق، والاف اول حرف من فضل، والبيه بركات. انا هبقى مشغول في الوكاله، وانا في الاجانس. لذلك قررنا انك انت تبقى المديره. لا، ما ينفعش. هنعلمك.
ما بتعلمش. شغال الجمجمة. هبوظلك الدنيا. أنا ما انفعش. إيه يا كمان؟ مش فاهم. يا أختي. إيه؟ جرايد المدرسة. نرجع لك له هول. طيب أنا هوريك. ده مكتب بركات. وده مكتب زوكر. ده بقى مكتبك يا سيادة المديرة. بقى ده اسمه كلام؟ تسيبوني حالي ومالي وتجيبوني اتفرج على مكاتب مش موجودة الا في احلامكم؟ ما هو لازم نحلم بالحاجه عشان نحققها بفلوس الجيار. كل ما ليه هتصرف على المكتب ده من شقانا وعرقنا. ويلا بقى عشان خلو هيعدي عليك يوديك عند الكوافير. ليه؟ هنروح فرح؟ لا، حفله عند الجيار. عيد ميلاد جيجي سكرتيرته. انا ادخل بيت الراجل اللي كان السبب في موت ابويا؟ ده لا يمكن ابدا. اللي عايز يحارب واحد لازم يعرف عنه كل حاجه عشان يعرف يضربه فين. كان على عيني الولاية الشروقة يا جدع، ده تموت فيها. اوعى تقربي ناحية النار. حلو يا صاحبي. لذيذ يجنن. اديني تاني يا مرزوق بيه. برطشني. برطشك قوي قوي. وانا كمان. الله 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 يا عم. ايوه كده مفيش مشكلة. ادي. اديله. ادي. اديله. افتكر كفايه كده سيبت كتير قوي يا صفيه. بس يا امو ما ضيعش البرتوشه من دماغي. برتوشه يا جدع يا انت خليها مبسوطه. عارف طول ما تعوز تخليها مبسوطه اديها برتوشه. اديها برتوشه اتنين ما تزودش عن ثلاثه انا اتبرتشك هي. ما تيجي تبرطش معانا. وقاحه وقله ادب. خدها برطوشه. شوف الحواري. عبد برطوشه. اديله. 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 الله يا حبي. الله. العيال دول زودوها قوي يا كينج. خلي الناس تتبسط يا امين. احسن برضه عشان صحتك. ايه دي بيبي دول يا استاذ؟ لسه شوفك كنت لابساه. انت وقح بس لذيذ بجد لذيذ. هايل
المكسب هيبقى حوالي 100,000 جنيه. ايوه بس هنجيب 10 طن فراولة منين؟ هنجيبهم. هنجيبهم ازاي؟ بالعافية؟ لا مش بالعافية. بحاجة تانية. ها قلت ايه يا شوقي؟ دول كلهم 10 طن يا عمري. خلاص مش عايزة. قلت لك مش عايزة يا شوقي. واعمل حسابك بقى تبات الليله دي عند امك. ايوه يا ستي حاضر حاضر. يعني اقول لمرزوق بيه ان طلبه جاهز؟ ايوه حاضر حاضر. مع السلامه بقى عشان عندي اجتماع دلوقتي. ها مبسوط؟ حد يشوفك ويزعل؟ طب عمولتي فين بقى؟ عمولتك؟ عمولتك جاهزه. وبنت بلد واي راجل يتمناها. طب ما تقول لها هي الكلام ده. انا لا قصدي صاحبك. يعني لو اقول لها توافق؟ الست اللي تلاقي راجل يحبها وما تحطوش في عينيها وتغطيه برموشها تبقى عبيطه. يعني موافقه؟ احيانا جرايه خلي في ايه؟ مفيش. أنا بقول بقى نبدل القهوة ونجيب شربات. قلت إيه؟ أهلاً وسهلاً. السلام عليكم. حضرتك مستني تاكسي هنا؟ حضرتك مين؟ انت تعرفني كويس قوي ومع ذلك ما تعرفنيش. حلوة خشبة حبشي. ها الحكاية جد مش هزار. اصل مين فينا اللي بيهزر؟ حضرتك دخلت هنا ازاي؟ عايز ايه؟
طب مش تسأل الأول تعرفني إزاي وما تعرفنيش؟ حضرتك مين؟ لمؤاخذة يعني؟ أنا فريد الغطريفي. نعم. فريد الغطريفي مين؟ فريد الغطريفي ابن الغطريفي بيه اللي حضرتك منتحل شخصيته. هو حضرتك عبيط ولا شكلك كده؟ هي دي الحقيقة. وفاجأ وأنا في أوروبا بالحركة الوضيعة اللي عملتها عشان تلهف ثروة أبويا بعد ما شركائك أوهموك إني مت. إيه رايح فين؟ لا ولا حاجة، بس هكلم واحد صاحبي اسمه عبد الجواد، هو وإخواته لا 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 لا، الموضوع ده يهمني أنا وأنت. أنت اللي استوليت على ثروة أبويا، فالحساب يبقى بيني وبينك أنت. أبوك مين؟ أنا فريد الغطريفي. أنت عايز إيه بالظبط؟ عايز إيه؟ عايز الفلوس. 6 مليون جنيه. طيب ثانية واحدة، أروح أعبهم لك في الشنطة وأجيبهم لك. ولا أقول لك، اسمع، أنا أكلم عبد الجواد عشان برضه يجيب الفلوس بتاعته ونعبيهم في الشنط وتشيل. شوف اسمع، أنا مش عايز طريقة. أنا هكون عملي معاك. ثروة أبويا كاملة أنا مش عايزها. وبدل ما نخش في تحقيق ونيابة، أنا يكفيني 1 مليون جنيه والباقي حلال عشان. لا ما بدهاش بقى. ايه هتكلم مين؟ هتكلم البوليس يجي يحكم ما بيني وبينك. حقيقي اللي اختشوا ماتوا. انا برضو اللي اختشوا ماتوا. انت نصاب، بس نصاب عبيط. لو كنت انت فريد الغطريفي زي ما بتقول، ما كنتش طلبت 1 مليون جنيه بس، انما اتضح انك انت عبيط جديد في الصنعه. يعني مش عايز تتفاهم بالسوق. يا ابني انا فريد الغطريفي ابن الغطريفي الله يرحمه. مفيش قوة في الدنيا تثبت عكس كده. تيجي انت بمنتهى البساطة و اتفضل مع السلامة، بدل ما جاب لك البوليس هو اللي خرجك كده. أنا ماشي مديك 24 ساعة تفكر. إذا ما كنتش هتعقل أنا هعقلك. أنا هدفعك الثمن غالي، هخليك تندم طول حياتك. ومفيش سلام عليكم. في السلام عليكم. مفيش عليكم السلام. عقبال عوضك ان شاء الله. عقبال عندكم جميعا. عقبال عندكم كلكم. يوم خطوبتها يبقى التكشير على وشها كده شبريكي. ما انا مبتسمة اهو ياما. يمكن كنت مستنية المنايل على عينه العمر كله. ما خلاص ياما، وافقت لكم على عريس المداه والبتاع، كل لازم تقعدي تبكتيني بقى. طب اتفضلي. عاوزين نقول مبروك بقى. اقرا الاول يا عبد الجواد. تقرا ايه؟ امضي وبعدين تبقى تقرا. ده مشروع العمر. لا اصول برضه، الواحد يقرا احسن الاول. انا اقرا الاول. البائع. البائع. ايه ده يا عبد الجواد؟ 300,000 جنيه عند التوقيع؟ مش كتير؟ كتير ازاي؟ ربع المبلغ عند التوقيع. انا العمليه دي مش مطمن لها. شكلها كده نصبه، وصاحب البيت شات ونصاب. وانت كمان نصاب. قول انت اهو من هنا. يلا يا حبيبي. يلا يا اخويا، بلاش مفيش شاي كمان. قوم انت اهو من هنا. قوم يا حراميه. يلا يا حبيبي، انت بتنح ليه؟ يلا يا اخويا. يلا ما تنحش معايا. انت رايح فين؟ ما تنحش. يلا اتفضلوا مع السلامة. يلا مستنيين ايه؟ الأستاذ فريد الغطريفي. أنا فريد الغطريفي. حضرتك الأستاذ فريد الغطريفي؟ أيوه أنا الأستاذ فريد الغطريفي. طب اتفضل معنا حضرتك. اتفضل معاكم فين؟ خير؟ معايا امر بالقبض عليه. بالقبض عليا انا؟ ليه؟ محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. متهم انت راخ؟ استنى لما اشوف ايه الحكايه. في ايه يا حضرتك؟ هتعرف كل حاجه في النيابه. نيابه؟ نيابه ايه؟ لو سمحت اتفضل معانا. نيابه ايه يا عبد الجواد؟ انت ما بتشربش حاجه ساعه ليه طيب؟ نيابه ايه؟
المحامي حاضر على المتهم. يا سيدي استنى لما اشوف المصيبه الاول وبعدين بقول. محمد عز المحامي حاضر على المتهم. اتفضل. حضرتك الاستاذ فريد الغطريفي؟ ايوه طبعا فريد الغطريفي. افتح المحضر. معاك بطاقه؟ طبعا معايا بطاقه، ما همشي من غير بطاقه يعني. وبالاطلاع على البطاقه اتضح انه المطلوب فعلا هو اسمه فريد ابراهيم الغطريفي، المواليد الاسكندريه قسم محرم بيه، وعلى هذا الاساس قررنا حبسه 4 ايام لحين. حبس 4 ايام؟ حبس 4 ايام ده ايه؟ يعني كده هو اللي احم ولا دستور؟ مش عارف ايه الحكايه الاول. جرايه فريد 9 سنين نسيك اللي عملته ولا فاكرنا احنا نسينا؟ الله. تنسوا ايه وانسى ايه يعني؟ انا مش فاهم حاجه. في حكم غيابي صادر ضدك بالاعدام. اعدام؟ اعدام. اعدام اعدام اللي هو يعني تحب افكرك الحكم ده كان ليه ولا افتكرت؟ الرقاصه اللي قتلتها؟ نوال. نوال. انا قتلت نوال. نوال مين؟ نوال مين؟ واعدام ايه بيه؟ انا محمد عز المحامي حاضر على المتهم. يا عم في عرض جاي النبي تتنيل وتسكت. بقول لك اعدام ورقاصه تقول لي متهم؟ بتعمل ايه بيه؟ افندم خدها شاويش على الحجز. يا ابني خدنا على فين؟ حجز ايه؟ اتفضل يا رجاله. اوعى ايه؟ ما تقول له حاجه يا بيه احسن يصدق ان هو بطل. اتفضل ما تقول حاجه. محمد عز المحامي حاضر على المنتج. ادخل دخلك على اخوك. وده اللي انت فارح فيه. محمد عز المحامي هيشتغلي. كان الشغل محببه يا عبد الجواد. امشي يا شيخ. احنا ما عليناش حاجه بالمره. احنا بعيد عن كل شبهه. لازم اعصابكم تبقى زي الحديد والا هنروح في داهيه كلنا. احنا ما عملناش حاجه واحنا مالنا؟ انتوا بتخرفوا شعبان ازاي لقى نفسه هيروح فيها؟ هتبلغ علينا. شعبان ايه يا معوري؟ شعبان انتهى من الوجود خالص. واللي اتقبض عليه فريد كل الاوراق بتثبت كده. اه مظبوط. الثبات مطلوب. انا شخصيا هروح له الحبس عشان اخبر اعصابه. فريد قريبنا لازم نقف جنبه في الورطة اللي هو فيها. بيئة الرقاصة بقى تبقوا عارفين انا قاتل الرقاصة وتغنزوني فيها. ما يهمكش جمد قلبي. هجمد قلبي لحد امتى؟ لحد ما الاقي عشناوي يطير رقبتي. ولا هيطيرها ولا حاجة. المحامي عامل معارضة وهيعيده محاكمتك تاني. محاكمتي تهمة ايه؟ تهمة قتل الرقاصة؟ طبعا. طبعا ده ايه؟ هو انا قتلتها؟ هو انا حاطها خالص؟ يا فريد هتتعدل. هتتعدل؟ هتتعدل لغاية امتى؟ تكونش الجدع اللي جالي ده هو فريد؟ قال ايه يا جدع؟ واحد جالي كده بناء قال انه فريد. انا افتكرته نصاب. يبقى فريد عايش. هو فريد يبقى عايش ما ماتش. يا فريد ما تخليش الصدمه تهزك. اقول لك فريد عايش تقول لي يا فريد انت بتكلم عبيط ولا عبيط؟ انا يا عم هعترف. يا روح ما بعدك روح. انت اخينا اللي بره. عايز ايه؟ انا عايز اعترف لوكيل النيابه دلوقتي اهو. يا فريد يا فريد انا فريد بلا زفت. انا عايز اقابل وكيل النيابه دلوقتي اهو حالا. هجيب لك وكيل النيابه منين دلوقتي؟ الصبح ان شاء الله. اتفضل معايا على الحبس. يا سعادة البيت انا عمري ما كنت فريد. انا شعبان واد غلبان تافه من عامة الشعب. ما اعرفش حاجة. اقتل ازاي؟ ده انا ما اعرفش اتفرج على فرخة مدبوحة. جم قالوا لي اعمل فريق عشان خاطر حكاية الورث والفلوس. انما انا شعبان وجاي واحد بدقني كده هو فريد الغطريفي. انا عمري ما كنت فريد. انا شعبان. ما تقول له عبد الجواد. لا حول الله يا رب. اقول له قول له اللي انا شعبان تقول لي حول الله يا رب. قولوا لي يا ست نرمان قولوا لي يا امين. اهدى يا فريد مش كده اهدى. فريد مين؟ تقول لك كده شعب مجاوري. قول له يا مجاوري يا امين. قول له ساكت ليه؟ ايوه انت اللي تعرف كل حاجه. قول لهم بقى انا امين. يا انت كريم يا رب. يا انت كريم يا رب. هو اللي طالع عليك كمان ده يا سعاده البيت. اسمع يا فريد احنا واخدين على الورطه دي كويس. انت عايز تفلت من العداله؟ خدها شويش على الحبس. حبس ايه؟ حد تجديد المحاكمه وتأييد الحكم. لا حول الله. اتفضل اتفضل روح يا اخوانا. انا شعبان. اتفضل انا شعبان يا اخوانا حرام عليكم. يا اخوانا انا شعبان. لا مؤاخذه شويش انا عايز اروح دوره الميه. وده وقته. امال وقته امتى يعني؟ حبك دلوقتي عايز اروح. اتفضل يا سيدي. Thank you.
لو سمحت يا شويش. اتفضل. انت الروح انا ولا ايه؟ زينب. شعبان ايه اللي فكرك بيا؟ ابعد عني ما تكلمنيش خالص. وحياة ابوك يا زينب، انا واقف عرضك ليك. انت كلمني بعد اللي شفته بعينيا. امشي خالص، امشي بعيد عني يا زينب. ده مش وقته، انا حياتي على كف عفريت. احسن خلي عمايلك البطاله اللي في مصر دي تنفعك. عمايل بطلت ايه؟ انا محكوم عليها بالاعدام. يا خبر اسوس، حتى البصمات. حتى البصمات يا زينب، حتى البصمات. حته الدين ورطه. ايه ورطه بعقل؟ طب والحل ايه؟ مفيش حل غير ان اروح الاوضه اللي انا كنت ساكن فيها، ادور على اي اوراق تثبت ان انا شعبان. ليه عملت في نفسك كده يا شعبان؟ ليه استعجلت ليه؟ هي الدنيا تحلو ولا بشقاها؟ هو ده وقته يا زينب. يلا يلا شوف اي ورقه ولا اي حاجه. ايه ده؟ امال فين القفل كان على الباب؟ ده مقفول من جوه. كان حد سكنها غيرك؟ سكنها غير ازاي؟ عاوز حاجة؟ حلوة أوي، أنا اللي عايز حاجة. دي أوضتي. أوضتك إزاي؟ أنا اللي مأجرها من صاحبة البيت. مأجرها إزاي بقى؟ طب وحاجتي اللي جوه؟ حاجتي يا أست شعبان، حاطط قفلي على الباب وسايب الأوضة واقف. يا ستي أنا مش لسه مأجر الأوضة لغاية دلوقتي؟ مأجرها وقافلها، وغيرك مش لاقي حتة يتوى فيه. هو أنت وزارة الإسكان؟ مصلحة الإيواء العاجل؟ أنت مالك؟ نكملة لما تململك، إن ما كانش عاجبك أعلى مدخلك إركابه. في 60 دقيقة الأوضة، أنا عايز الحاجات بتاعتي اللي كانت جوه. حاجة إيه؟ شوية الكراكيب. يا ست أنا حر، حاجاتي ولازماني، كل واحد حر في كراكيبه. بحتهم لانتهى الربابيكي. يا سلام، وأنت يعني من حقك تبيع حاجة غيرك؟ إيه؟ أمال إيه يا ضناي؟ أمال آخد الأجرة منين يا ضناي؟ يما، يلا يا شعبان مفيش فايدة، خلاص يا أختي أقعدي بالعافية. يعافيكي يا أختي. كراكيبه، الكراكيب إيه؟ كراكيب إيه يا أم كراكيب؟ تعال تعال. شعبان 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 يا ابني، انت مولود من زمان قوي. من زمان قوي ده ايه؟ انا على الاقل مولود بعديك ب 100 سنه. صفحتك مش موجوده ومفيش ما يدل على انك اتولدت. ما يدل على انك اتولدت؟ ما انا قدامك اهو يا ابني. انا قدامي اوراق بحكم من وقعها. وقعها ده ايه؟ يعني انا ما اتولدتش؟ يعني انا مش موجود؟ موجود مش موجود، انا ليا الدفاتر اللي قدام. واتفضل بقى يا سيد، خلينا نشوف شغلنا. معلش هتتحل، هتتحل يا شعبان. يا عالم اثبت ازاي ان انا شعبان؟ اثبت ازاي؟ يلا على الاصلاح. امشي اطلع بره يا ماشي. امشي ماشي يا فندم ماشي. بس يا سعاده البيه اخرس خالص. اوراق ايه انت بتسالني؟ انت كنت اتثبت عشان يبقى لك اوراق. طب يا فندم اي وصله سعاده البيه بس يثبت ان انا شعبان؟ اخرس، مالكش عندنا اوراق. انت باليوميه يا حبيبي، باليوميه. فاكر الكرافطه اللي انت شديتها؟ معقول؟ دي احلى كرافطه شفتها في حياتي. انت لسه لابسها من ويها. انا يخوفوا بيا العيال. فشر فشر يا فندم. انت اصلك ما بتبصش في المرايه. بص في المرايه حضرتك هتلاقي ترافولتا قدامك. انت احلى من ترافولتا. انت بتقول ايه؟ طب مع السلامه. يلا يا حبيبي الطب، مفيش فايده يا فندم. ده انت ترافولتا يا فندم. معلش معلش، يلا مع الف سلام. مفيش ورقه يعني؟ لا مفيش. الجرافاته دي زي النيله، وانت لا ترافولتا ولا حاجه، انت برضه بيخوفوا جيل العيال. ما تزعلش يا شعبان، ما تزعلش، ضروري هنلاقي حل. حل فين بس يا زينب؟ مالكش قرايب؟ مالكش حد من اهلك الطيبين؟ هناك ليا حد. ليه؟ ايه؟ خالت نفيسه. يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا نفيسه. ماتت نفيسه، ماتت، عاشت 92 سنه، ما تموتش الا النهارده. تعالي عالم يا هو، اثبت ازاي ان انا شعبان؟ حاجة بقت تحير، اللي ما سابولك ورقة واحدة تنصفك يا شعبان. أنا تعبتك معايا يا زينة. اخسر عليك، ازاي تقول كلام زي ده؟ تعالي اقعدي هنا. أنا تعبت، أنا حاسس إن أنا تايه.
زينب. انا ماليش حد غيرك في الدنيا دي. يعني هو انا اللي ليا حد غيرك يا شعبان؟ المهم دلوقتي هتبات فين؟ مش عارف. لا ما هو انت لازم تلاقي حته تستريح فيها وتتدرى عن انظار البوليس، زمانهم دلوقتي بيدوروا عليك. هو البوليس عارف مكاني هنا فين بس؟ ايه برضه شعبان دول لهم طرقهم. على رايك. اسمع. ايه؟ تجيش اخبيك فوق السطح بتاعنا؟ ايه بايخه؟ طب اقول لك حاجه، عارف الست اللي كانت ساكنه جوه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هنام في زريبه البهايم بتاعه الاصلاح. تنام مع البهايم؟ مالهم البهايم؟ اصحابي، عارفيني من ايام ما كنت بشتغل معاهم في الاصلاح. يلا يلا روح انت مع السلامه وانا هتصرف. يلا زينب يعني يلا على الزريبه. يلا مع السلامه وانا هتصرف عشان ما يقولوش عليك في البيت. طب مع السلامه يا شعبان. مع السلامه يا زينب. مع السلامه. معلش يا اخوانا هتضيفوني الليله دي، مش عايزكم تتضايقوا، ما تعملوش تكليف. والله انا بحسدكم على اللي انتوا فيه ولا على بالكم حاجه. واكلين واكلين، الاكل يجي لكم لغايه عندكم مش كده؟ ولا في حقد ولا فيه تصارع، والمكان اي حته تناموا فيها، مطرح رجليكوا تناموا على طول. لا شقة أربع أوض ولا صالون ولا سفرة ولا مطبخ ستانلستيل ولا موكيت من الحيط للحيط. الله ينعل أبو الفلوس. ما كنت عايش كويس يا شعبان، كنت عايش كويس. أنت اللي جبت لراحتك يا أختي. يا أختي خد ابنك وخش جوه. ليه؟ عشان ما عملتيش الورق. عفوا يا زينب. وواحدة صاحبتي ياما في المستشفى راح وديلها الاكل. بالليل كده يا بنتي لما يشوفك خطيبك وانت خارجه بالليل كده يقول عليك ايه؟ خطيبي؟ اه قرطوا لي الوز. طب يا زينب لما يجي ابوك يعرف شغله معاك. طولي بالك عليك يا اختي، حياتيني انت الاخرى. خد ابنك وخشي جوه يا اختي. قطيعه الخلف واللي بيخلفوه. شعبان. مين زينب؟ ايه؟ خضيتك. لا ابدا يا زينب، ايه اللي جابك دلوقتي؟ كنت هسيبك تنام من غير عشاء. يا حبيبتي يا زينب، تعرضي نفسك للكلام علشاني؟ لو حد شافك معايا في الزريبه في بلدنا دي تبقى كارثه. ولا يهمك، المهم انت هتعمل ايه؟ مش عارف، مش عارف يا زينب. بقول لك ايه؟ انا لو كلفتك بحاجه خطيره تعمليها؟ أنا عشان خاطر عيونك أعمل أي حاجة في الدنيا يا شعبان. أروح في 60 داهية. طيب طيب أنا عايزك تروح الفيلا بتاعت اللي في مصر، هقولك على مكان الفلوس، تجيب اللي تقدر عليه والتاني الجاي. هي الفلوس هتنفع بيه يا شعبان؟ لا هتنفعنا في الحوسة اللي احنا فيها دي يا زينة. وانت هتفضل هربان على طول، انت لازم تشوف لك حل. طب ايه الحل؟ مش عرفني بس. وانا كمان مش عارف. كابوس كابوس يا زينة. قومي قومي روحي انت دلوقتي. قومي. مش عايزه اسيبك. انا كمان انا كمان. ما 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 نجيب القبله في الحوس اللي احنا محبسينها فيه. يا شعبان يلا. الله، مش الصورة دي للجدع اللي اسمه شعبان؟ ايوه هو ده. مش معقول يا ابني. الايه؟ في ايه؟ تصوروا ان اسمه فريد مش شعبان. مش اسمه فريد، اسمه شعبان. يا جدع انا بقول لك اللي مكتوب قصادي. انت هتيجي ازعل الحكومة؟ الحكومة تعرف أكتر منك ومني. هو الجرنان بيكذب؟ مادام بيقول اسمه فريد يبقى اسمه فريد. هو عمل إيه؟ ده قتل، قتل واحدة رقاصة. بقى كان عايش معانا ومسمي نفسه شعبان وهو اسمه فريد. ده مجرم خطير. الغريب إنه كان معايا إمبارح. وقال إيه؟ بيسأل على ورقه. التاريخ. اه
صباح الخير. نشكركم على حسن الضيافة. ازيك يا متولي؟ اهلا يا عمال. فريد يا فريد يا رجالة، فريد اللي قاتل الرقاصة، امسك يا علي، اجري يا علي، علق عليه. انا هقول لكم، هقول لك كل حاجة. استنى بس، ده فريد اللي قاتل الرقاصة. رقاصة مين؟ انا هقول لكم على كل حاجة. انا حدث الوكيل انا وانت. يا راجل هقول لك على كل حاجة. انتوا اصلكم ما انتوش فاهمين اي حاجة. انا هقول لكم. الكلام ده كله قدام حدث الوكيل. انا هقول لكم على كل حاجة. ايوه. طيب عال اهو البيه الوكيل اهو. ايوه. قول لهم بقى يا بيه انا بقى مين. بقى تضحك علينا المده دي كلها يا قتال القتلة وتسمي نفسك شعبان. يا بيه انا شعبان فعلا، الموظف الزهورات اللي اشتغلت معاك 4 سنين. ما انتش فاكر لما كنت بهساك واشدك من كرافتي؟ انت سيد. سيبك من الكلام ده كله، انت اسمك فريد وصورتك في الجورنال ايه؟ الجورنال هيكذب. ايوه يا حضره الوكيل، بس سيادتك مش واخد بالك، ما ده شعبان اللي كان موظف عندنا، انت ناسيه؟ انا هشرح لك اصل حصل. يا بنتي سيبك من الكلام ده، ما توديش نفسك في داهيه، ده مجرم يا اخوان. انا شعبان. يلا 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 يا خدوا على النص. استعمال يلا على البوليس. انت فرحة جد للرقاصة. يلا انا شعبان. يلا 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 يا خدوا على النص. استعمال. الف ليرو للحلويات الفاخرة. الف ليرو. الف ليرو. قريت المكتوب في الجرنان؟ قريته. جالك كلامي؟ ما كانش لازم تجازف وتيجي مصر. مجازفة ايه؟ بالعكس، انا دلوقتي في امان. النصاب اللي انتحل شخصيتي واخد ثروتي اخد معاه الحكم بالاعدام. افرض واحد شافك ويعرفك. طمن، لغايه ما اسافر مش هخرج من هنا. نادي على الشهود. الجدع ده جاني من 4 سنين. هو مين؟ هو ايه؟ معرفش. لكن بقى تطوراته كانت غريبة، وأول ما شفته كده قلت الواد ده مخبي حاجة. هي إيه؟ معرفش. لحد بقى ما قرينا حكايته في الجورنال وعرفنا كل حاجة. هو قال لي إن اسمه شعبان وعرفناها على كده، إنما أصله فصله العلم عند الله يا سعادة البيه، والجورنال بيقول اسمه فريد، والإهرام ما يكذبش يا سعادة البيه. ما كانش بيدفع أجرة أبدا. يا ستي خلينا في موضوعنا. أمي قالتها لي كلمة حكمة، مالكيش دعوة بحاجة. يعني يا ولاد توديني في داهية علشان أمك قالت لك مالكيش دعوة بحاجة؟ إيه؟ ولا تعرفني كنت رمضان ولا شعبان؟ وأنا كنت دخلت سريرتك؟ هو قال لي اسمي شعبان، شعبان شعبان. يا حضرة القاضي الله نسيك، إحنا ورانا عيال مش عاوزين مسؤولية. ده شعبان ولا مش شعبان؟ الله أعلم. أنت هاتلى سعادة البيت. طبعا فريد. احنا حنتوح عن فريد الغطريفي. ده فريد ابن المرحوم الغطريفي بيه، طول عمره متربي معانا. انا فريد برضو يا مغاوري. يا مغاوري يا مغاوري يا ابن المغاوري. لسه مش عارف ايه الحكايه؟ تعرف الشخص ده؟ الشخص ده محكوم عليه بالاعدام. يا ما انت كريم يا رب. كل ده كلام فارغ، ده شعبان. انا متاكده انه شعبان. فريد ايه هو رقصة ايه اللي هيقتلها؟ هو ده يعرف يقتل برص؟ هو شعبان، انا متأكدة انه شعبان. وسيادتك بقى متأكدة منين؟ هي الناس بتتأكد من الناس ازاي يا اخواتي؟ هو شعبان وخلاص. ترفع الجلسة نصف ساعة للاستراحة. وبعدين يا استاذ هيضيع بالشكل ده، مع اني والله 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 متاكده انه مظلوم. وانا كمان. طب ساكت ليه يا استاذ؟ ما تقول لهم. مش هيصدقوني، لازم اجيب لهم دليل. دليل؟ ده احنا غلب حمارنا. هو في خيط، لكن خيط ضعيف شويه. انما امل وكله متوقف على انه يكون شعبان ما بيكذبش. والله ما بيكذب، والله العظيم ثلاثه ما بيكذب. انا هحاول
أأجل القضية شوية على قد ما أقدر عشان نكسب وقت. هذا بالإضافة إلى أن جميع الأوراق الرسمية تؤكد بطريقة حاسمة أن الذي أمامنا هو فريد وليس شعبان. ورحمة أمنا شعبان! شعبان! إذن كيف يؤكد جميع الأقارب أن الذي أمامنا هو فريد؟ يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، دول نصابين، هم غرروا بيه وجم قالوا لي اعمل فريد الغطريف. أنا ماليش دعوة، أنا شعبان. هم عملوا كده عشان يلهفوا الفلوس، وأنا كمان لهفت الفلوس. ما أنا لهفت شوية وهم لهفوا شوية، يعني أنا نصاب، الحكومة تاخد اللي ليه، تاخدوا اللي ليكم، وأنا نصاب، احبسوني. بس قالت أنا مهتم، أصل جالي واحد، ما أنا هقول لحضرتك، جالي واحد اسمه فريد الغطريف. أنا عرفت إن هو فريد الغطريفي لما عرفت الحكاية بعد كده. كان عايز يتنصص معاي، أنا ماليش دعوة، أنا غلبان. عبد الجواد ده ياكل مال النبي، وعلى رأي من قال لا تكن أداة في إيد من يغرروا بيك. وعلى رأي شاعر الربابة سابوا البردعة يا أبو زيد ومسكوا الحمار، وأنا حمار، أنا حمار يا إخواني، أنا حمار، سرقوا الصندوق يا محمد، وأنا حمار يا بيه. سيد الرئيس، واضح أن موكلي مصاب بلوسة، فأرجو تحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتحقق من ذلك. اسم سيادتك؟ ما موجود عند سعادتك. يوسف، يوسف نور الدين. في حاجة يا فندم؟ استنى شوية. مفيش فايدة. يعني ايه مفيش فايدة؟ بقالنا 3 ايام بندور. الفلوس لازم تكون هنا. بنك مفيش، يبقى لازم تكون هنا. مرتبة؟ احنا ما دورناش في المرتبة. ده فلاحه لازم يكون شايل فلوس في المرتبة. الفلوس! هاتي الشنطة وعبي. انت عايزه هناك؟ الاسم؟ انا عبد الجواد به الغطريفي. لا وسمحت فاطمه، انا الاسم اللي انت عايزه يقوله هناك. طب ناخده معانا؟ اتفضل. شعبان، شعبان، مبروك يا حبيبي، خلاص المشكلة اتحلت. مسكوا فريد الغطرفي في المطار، ومسكوا كل اللي شهدوا ضدك زور، ورموهم كلهم في السجن. خلاص يا حبيبي، مسكوا الحمار وسابوا البرداع. شعبان، شعبان، شعبان. مين يا شبه؟ انا فريد، فريد الغطرفي. تجننت ولا ايه؟ ايه يا شعبان، احنا مش اتفقنا انك تعمل الحركات دي عليهم هما؟ ولا تعملها عليهم ليه؟ ما خلاص المشكلة اتحلت. اسمع، انت مش كنت عايزهم يحاكموك بتهمة النصب؟ ادهم يا اخويا هيحاكموك بتهمة النصب، وتخش السجن سنتين تلاتة ويتلم شملنا بقى يا شعبان. يعني احلى اداني. طيب مع السلامة يا شعبان. مع السلامة يا زينة. سلامة، خلي بالك من نفسك. أمان عليك يا زينب، كل مغربية وحينما يميل قرص الشمس الدامي بين الأطلال اذكريني. إيه زي فاتح حمامة بالظبط، وأنا زي عماد حمزة.